أزول السلام عليكم الأخ الهندوس، قبل ما يدخلوا الإخوان والأخوات، بعدك تسمع لي؟ اسمعك فيه اسمعك فيه حياتي الأخ إبراهيم سلام، أخ جمال بيلوس، السلام عليكم. المهم الأخ الهندوز، السلام عليكم، السلام زول الإخوان الأخوات المتتبعين. واحد نهار كبير هذا، اللي قبلت الاستضافة الأخ الهندوز باش نناقشوا شي أمور ما يتعلق بالبلاد ديالنا والحالة ديال في الفيروس هنا في أوروبا ولا في البلاد وعلى المعتقلين. تحية سي كريم وتحية لجميع الإخوة المتتبعين خوتنا كاع اللي كيتبعونا من جميع نقاط العالم من كل بقاع ديال العالم. ما يمكنش ما نقبلش الاستضافة، وأنا دائما ألبي نداء بطبيعة الحال الواجب اللي ضروري يتلبى باش نشرحوا ونتكلموا ونعبروا على الرأي ديالنا ونختلفوا فما نتخالفوا ونقولوا كلمتنا ويسمعونا الخوت ونسمعوا لهم ونقراوا التعليقات ديالهم اللي هي جد مهمة، الأسئلة ديالهم اللي ضروري نجاوبوا عليها، وهذا ماشي تشريف بل هو تكليف، والتكليف صعيب باش تقول كلمة الحق في هذا الزمان صعيبة ولكن ضرورية وواجبة ولا بد نقولوها، وهذا هو علاش أنا كنقبل دائما كنقبل بعد ديال طلب استضافة ديال قناة كريم أمنوس من الريف ولا الريف لايف، نظر للمصداقية ديالها ونظر للحياد ديالها ونظر لأنني كنعرف الشخص اللي كيقوم بسيرها، وربما لو تعرضت عليا أو طلبت مني مساهمة في قنوات أخرى ديال الإخوة كاملين ما غاديش نتردد وغادي نقول الرأي ديالي بكل صراحة. تحية لكم وتحية لجميع الإخوة والأخوات، ونتمنى أنهم يبارطاجيو معنا هذا المباشر باش نوصلوا الصوت ديالنا والصوت ديالهم بطبيعة الحال. تفضل سيدي. صحيح أخ الهندوس، كنا درنا واحد الحوار البارح ما كملناش عليه. اليوم كاين شي نقاط بغيت نطرحهم عليك باش نكملوا هذيك النقاط ولا الأفكار. بعد تقدر تهضر لنا شوية على المستجدات ديالها بكورونا تما في فرنسا ولا على العالم كامل الأخ الهندوس، ومن بعد ندخلوا على شي مواضيع ما يخص المعتقلين والصندوق اللي دار الدولة وشي مواضيع أخرى. تفضل يا أخ هندوس. شكرا سي كريم. قبل ما نتكلم على المستجدات ديال الوباء كوفيد 19 ووباء كورونا القاتل،
غادي نقول لكم الحمد لله على سلامة ولدنا عبد الحق النوري، اللي عدت البسمة بعد أكثر من عامين ونص وهو في الغيبوبة، واليوم ولدنا عبد الحق النوري لاعب كرة قدم بديار الهولندية عدت له البسمة، أياكس وهذا هذا خبر فكما ينزع الله الحياة من واحد من مجموعة ديال الناس بسبب كوفيد 19، الله عز وجل قادر انه يرد الحياه للناس اللي كانوا غايبين عن الحياه لمده طويله. هذا خبر جد مفرح، وخبر اللي اثلج الصدور وردنا الامل في الحياه، وفتح دي كورونا وفتح دي جميع الاوبئه وفتح دي جميع الصعاب. فما كانش شي حاجه صعيبه على الله، وما كانش شي حاجه سهله على العبد الا الا سهلها الله. يوم انا كنقول على سلامة ولدنا، وكنتمنى الأم ديالو والأب ديالو يكونوا اليوم في غاية الغبطة والسرور، ويكونوا فرحانين بهذا الولد اللي معروف حسن الخلق ديالو والتربية ديالو. وأنا اليوم غادي نتكلم بشمولية، ولكن غادي نحاولوا نديروا واحد التلخيص ديال الأحداث 24 ساعة التالية، لأن كاين واحد المجموعة ديال الأمور اللي الناس خصهم يعرفوها والمتتبعين خصهم يعرفوها. على مستوى فرنسا توفوا اليوم 386 واحد من المجموع المصابين اللي كانوا في حالة حرجة، واللي كانوا في قسم الإنعاش أو أقسام الإنعاش على مستوى مستشفيات الطب العام والطب الخاص وكذا الطب العسكري في فرنسا. على مستوى فرنسا دائما ارتفعت الحصيلة لقريب 30 ألف واحد، يعني 29 ألف واحد مصاب فيروس كورونا كوفيد 19. ولكن الرقم اللي مهم باش نعرفه اليوم هو رقم 3450 ولا 3460 اللي دخلوا وكاينين اليوم في الغرف ديال الانعاش واللي كيديروا التنفس الصناعي. هذا الرقم ذكرته لانه البارح قلت لكم بان فرنسا عندها 5000 سرير مجهز بالالات ديال التنفس الاصطناعي، واليوم راح نحن في 3450، يعني العدد اللي باقي اقل بكثير من نصف، ونطلب الله السلامه والعافيه. اليوم كانت اجتماعات كثيره ديال رئيس الجمهوريه الفرنسيه، وزير الصحه الفرنسي، واحد المجموعه ديال الاطر ديال مدير اللجنه التقنيه اللي كتسهر على الابحاث العلميه. فعطاو اليوم اللي كانت وصلها البروفيسور راول عن لجنة البحث العلمي بمارسي مارسيليا، وهذه الأدوية بالذات كتخاد البارح والبارح عفوا في المغرب، اليوم فرنسا، وكاين واحد مجموعة ديال الدول اللي غادي تمشي في نفس النهج. فرنسا خدات على عاتقها أنها تدير واحد المجموعة ديال الأمور الاحترازية. شنو هي؟ هي أنها تدير ديبيستاج، يعني تحليل لكل فرنساوي وكل واحد مقيم على الأراضي الفرنسية بعد الخروج من الحجر الصحي. يعني اليوم رحنا في الحجر الصحي، نهار اللي نخرجوا من الحجر الصحي خص كل شيء يكون دار التست نتاع الايجابيه والسلبيه ديال كوفيد 19، وهذه شافتها فرنسا على انها مساله مهمه. ولكن الامور اليوم في فرنسا يبدو على ان الكونفينمون ولا الحجر الصحي دار الدور ديالو، حيث انه الوباء كيبان على مده 10 ايام، واليوم كاين الناس اللي كانوا خداو الوباء هذه 10 ايام كنستناو هاد اليومين 3 ايام المقبله هنا في فرنسا باش نحدو واش الوباء كينتشر حتى في ظل الحجر الصحي، ولا هما ناس اللي كانوا خداو الفيروس قبل الحجر الصحي. هذه مهمه، ولكن ما ننساش كذلك باش نقول انه اليوم تم عقد لجنه جي 20 وصادقوا على ديكلونشي ولا يعطيو واحد الرقم كبير ومهول بالنسبه لينا احنا كمغاربه، 5000 مليار دولار. 5000 مليار دولار، هذا 5000 مليار دولار هي رقم كبير بزاف،
وهو اللي تم الاتفاق والتوصل الاتفاق عليه ليضخ في الصناديق ديال الدول التي أصابها طبيعة الحال هذا الوباء بخسارات على المستوى الاقتصادي المستوى المادي وعلى إعادة الأمور اجتماعيا إلى نصابها. وهذا 5000 مليار دولار اللي غريب واللي لابد باش نذكروه هو أنه الرئيس الفرنسي لما كان يتكلم اليوم على هذه المسألة ديال هذا الدعم الكبير جدا كان كيتفرج فالإخوة ديالنا والأشقاء ديالنا الخليجيين، وهذا دليل على أنهم غادي يكونوا مورد أساسي لهذا الدعم المادي الكبير. للأسف التضامن ما بين الدول العربية والإسلامية وكذا الدول اللي متقاربة حتى اجتماعيا وعندها روابط أخوية روابط مصهرة وغير ذلك ما كتبناش جالية، ولكن هاد الدول هذه قررت انها تتعاون مع دول اخرى وما تتعاونش مع ضحايا كوفيد 19 اللي هما من دول بسيطه وفقيره. كما ما يفوتنيش اليوم باش نذكر بواحد المساله جد مهمه، هو طلب الدعم ديال الجيش الالماني. يعني من نقولوا الجيش ماشي الجيش كجيش، ولكن الجيش كترسانه طبيه او كمعارف علميه او ك قوة علمية ديال ألمانيا، لأن ألمانيا بقت هي البلد الوحيد اللي كيتعدى العدد ديال الحالات بكثير واحد المجموعة ديال الدول، ولكن عدد الوفيات ناقص بزاف. وهنا فين كتبان لك القوة ديال هذا البلد اللي هو ألمانيا، وقوة عظيمة جدا لأن المنظومة الصحية عندهم بلا ما يخرجوا ليزالمون الشارع باش يطالبوا بالسبيطارات، السبيطارات تبناو، وبلا ما يخرجوا ليزالمون باش يطالبوا بتحسين الوضع الصحي والطبيبي والاستشفائي، هذا الوضع تحسن ووصل الى ما وصل اليه. فهنيئا لشعب المانيا، هنيئا لكل من يقيم على الاراضي الالمانيه، وهنيئا للصاهرين على تسيير هذا البلد المانيا، لانهم يستحقون منا الشكر بدايه، ثم يستحقون منا التشجيع لأننا نشجع كل من يشتغل على رفع المنسوب العلمي والثقافي عند الشعب ديالو. وربما كاين أمور أخرى، إسبانيا اليوم كذلك عدد الضحايا كان مهولا، إيطاليا كذلك، انضمام لائحة الهند كذلك التي أصبحت تتجرع مرارة الموت بكل الأشكال. هذا الوباء في الحقيقة هو وباء جاء ليصحح القوى كما قلت البارح، جاء ليعيد الأمور إلى نصابها، وجاء ليعيد لكل من يعتبر القوة المادية ولا القوة العسكرية ولا القوة بشكل آخر، ولا كيعرف بأنه لابد من العلم لتخطي الصعاب، ولابد من العلم للاستمرار في الحياة، ولابد من العلم لتجاوز المحن. فنتمنى أن الدولة المغربية كذلك تكون وصلت لهذا الاستنتاج المهم، وتفهم بأنه دور العالم في المجتمع المغربي هو جد هام ويفوق بكثير دور المغني ودور الراقصة ودور واحد المجموعة ديال الأمور. يؤسفوني باش نكونوا في بلاد اللي الشيخة مع عدم تقليل من دور الشيخة في المجتمع المغربي، لأن حتى الشيخة كتداوي قلوب ديال واحد مجموعة ديال ضعاف العقول، ولكن ملي كتطاول الشيخة في برنامج إعلامي عند سي رضوان الرمضاني للأسف بين على واحد المجموعة ديال الأمور اللي لا تغني الإعلام ولا تزيد به الأمام، طاولات وقع حتى هي طبيبة. نتمنوا انها دير لو ماسك ديالها ودير الواجب في معالجه المرضى. ثم مساله جد مهمه، اليوم هذه الاجهزه ديال التنفس الصناعي كيتخدموا في الصين، كيتخدموا في المانيا، كيتخدموا في السويد، كيتخدموا في سويسرا، وكيتخدموا في فرنسا. فرنسا اليوم ما قدرتش تخدم اكثر من 300 جهاز في الشهر. اذا لينيتي
تكنولوجيك اللي كتخدم هذه الاجهزه على مستوى فرنسا هي ضعيفه وما يمكنش تخدم اكثر، والعمال ديال هاد الشركه كيخدموا من 5 ديال الصباح حتى ل 7 ديال العشيه بدون توقف، 5 الصباح 7 العشيه. ثم كاين البلد اللي عنده قوه كبيره على الانتاج هو المانيا، حيث ان الدوله الالمانيه هي اللي كتخرج بزاف ديال الاجهزه ديال التنفس الصناعي اللي ولاو هما الحياه بالنسبه للبلدان اليوم. ولكن في حوار مع المدير ديال هذه الشركه اكد على انه يتوصل يوميا بطلب اقتناء هذه المعدات الحيويه والتي تبعث الحياه في البلدان، وكيتوصل مباشره من الحكومات بطلب الاقتناء. ما عرفناش واش المغرب حتى هو بعث طلب للاقتناء ولا كيستنى حتى يوصل عدد الناس اللي في المستشفى لهذاك العدد اللي عنده، لان العدد الهزيل ديال 1460 بلس 2000 بلس 250 سرير مجهز بمعد التنفس الاصطناعي يبقى قليل. اذا اليوم المانيا كتقول بانها ولات كدير بحث واش هاد الحكومات اللي اتصلت بها، مثلا فرنسا اتصلت بالمانيا كيديروا بحث واش هاد الناس باغيين هاد الاجهزه لانهم واقفين عليها ولا باغيين يديروا ان ستوك. وهنا كتلمس ما يسمى بالانضباط في وقت الازمه. الو أخ الهندوز، الو وكان سمعك، كمل الفكرة. وي سي كريم، كتسمعني سي كريم؟ كان سمعك السي الهندوز، تفضل كمل. على قلت على انه المانيا اليوم المدير ديال هذه الشركه تكلم على ما يبيعوش لاي حكومه الا الى وصلوا للتحقيق بانه هذه الحكومه محتاجه هذه الاجهزه لانقاذ الارواح، يعني ماشي باش تستوكيهم ولا ديرهم في ستوك ديالها. وهذه كتبين لك النبل ديال الاخلاق ديال شركه ما كتفكرش غير في البيع ولكن كتفكر في الجانب الاخلاقي والانساني، وهذا ما ننتقد اليه كعرب كامازيغ وكدول عربيه تعتبر اسلاميه للاسف، ولكن شتان بينها وبين الاسلام. هذا اللي نقدر نقول لك على المستجدات ديال اليوم. ثم كاين معلومه جد مهمه، هو انه توصلت الابحاث العلميه اليوم انه السبراي نازال، هذوك لي برودوي اللي كنديرهم ملي كيضربنا البرد كنصوتوهم في النيف ديالنا، سي دي كونسيي مع الكوفيد 19، سي دي كونسيي ما خصناش نستعملوهم. اخر ما يمكن ان اقوله هو وفاه طفله في مقتبل العمر في ايران بكوفيد 19، وهذا غريب، قاله العلماء غريب لأنه كانوا ما يموتوش. ألو وكمل الأخ الهندوس، كان سمعوك. واخا قلت هاد الطفلة توفات في إيران، وتوفات شابة في مقتبل العمر كذلك اللي عندها 16 سنة في فرنسا اليوم. فالمرض والوباء أصبح يهدد كذلك الأطفال الصغار، وهذا خطير جدا. نتمناو أنه نوصل لنتائج مرضية علمية في أقرب الأجل. هذا ما يمكن نقول على الوضع الحالي للوباء على المستوى العالمي، كذلك بدون نسيان التطورات الاقتصادية والتكتلات الاقتصادية الجديدة. فالصين يحاول أن يمد بهذه الأجهزة لأنه مصنع، إيطاليا، إسبانيا، كذلك الدول اللي هو اختارها باش يدعمها، وكتبقى كتبقى مجموعة ديال الدول غايبة علميا وما كتفكرش علميا وما كتقلبش على الحلول الناجعة. واخا، شكرا للأخ الهندوس. دابا ننقلوا من الفيروس، ارى هذا الفيروس ديال كورونا ارى دائما دول كتهضر عليه، المستجدات شحال ماتوا شحال اللي تعالجوا هذاك الشيء. دابا ننقلوا واحد الموضوع اخر الاخ الهندوس، سمعت في اليامات اللي فاتوا باللي كان واحد العريضة خصها توقع مطالبة عن إفراج عن المعتقلين،
شنو تقدر عندك شي معلومة على هذا الشيء الأخ الهندوس؟ نعم، وبداية لايف صراحة بلا عارضة، بعد هذا مطلب، لأن العارضة ديال كل واحد فينا راه كل واحد فينا وقعها بالصوت وبالصورة، سواء في لايفات، سواء في خرجات، سواء في وقفات، سواء في مسيرات. كاع الإخوان ديالنا راهم تنقلوا لباريس في 26، تنقلوا لبروكسل في 29، كانوا مستعدين يمشوا لبروكسل في 14، مشاو لبرشلونة، مشاو لدوسلدورف، مشاو جميع نقاط العالم. إذا هاد الإخوان كلهم قاموا بمجهودات، وهاد المجهودات ما نبغيوهاش تضيع. سودان كاين جوج ديال العرائض، كاين عارضة شعبية اللي كدور حاليا وكيوقعوا فيها المواطنين وعامة الناس، وهاد العارضة ستوجه على ما أعتقد الديوان الملكي، ولكن مازال ما توجهتلوش. وكاين واحد العارضة أخرى اللي توقعت من طرف ميتين، بين قوسين أقول بين قوسين شخصية، إنني لا أعتبر كل من وقع عليها شخصية معروفة على الرغم من الوزن ديالها في الدولة، ولكن أنا الشخصية عندي هي ذات الخلق وذات المبادئ وذات القيم. من بين هاد الشخصيات، 200 شخصية اللي وقعت عليها، كان الأمين العام السابق ديال حزب التقدم والاشتراكية، وواحد المجموعة ديال الأطر السياسية السابقة، واحد المجموعة ديال الأساتذة الجامعيين، واحد المجموعة ديال الشباب السياسيين. وهذه العريضة أنا توصلت بها، ولكن لم أوقع لعدة أسباب. مش من سبب الأخ هذه الوصول العريضة، إلى مسموح؟ أنا غنجي هذه العريضة وقع عليها واحد العضو معنا في الجمعية المغربية للتنوير، اللي بدينا في التأسيس ديالها مؤخرا بفرنسا. هو شاب مقيم بالديار الفرنسية، كيحضر الماستر ديالو في العلوم السياسية، هو الأخ زياد غبار اللي كنحترمه وكنقدره، وشاب ذو كفاءات عالية في الحقيقة. ولكن الدولة المغربية تعاملت، وصلت هذه العارضة اليوم كاينة بين يدين رئيس الدولة المغربية. هذه العارضة اللي وقعت فيها 200 واحد كاينة اليوم بين يدين ديال الملك المغرب، موجودة. ولكن على الزعمة الدولة دائما تصر على إقصاء الفئات الشعبية والشعبوية. على الزعمة هذه سنتين أو ما يزيد عن 3 سنوات ونحن نصيح بأعلى صوت، كاين واحد المجموعة ديال الناس اللي كانت كتصيح وكتقول إطلاق سراح المعتقلين بوجهة نظر معينة، ولكن كاين واحد الفئة أخرى كانت كتقول المصالحة كما كتقول هذه العارضة، لأن هذه العارضة جا فيها بنود ديال العارضة. البند الأول ديال العارضة هو المصالحة والتصالح الوطني. التصالح الوطني دعت له فئات ديال الشعب وتكلموا عليه فئات ديال الشعب، فاحنا نتمناو انه يطلق سراح المعتقلين، ولكن نتمناو ان الدوله تولي تسمع شويه للشعب، ماشي غير دوك اللي اختارتهم باش يكونوا ابواق ديالها. هذا يؤسف ملي كتجي لمده 3 سنين وحنا كنغوتوا، ما سمعتليش الدوله. اليوم نوقع مع اسماعيل العلوي وتمشي العارضه للقصر وتسمع الدولة مزيان، ولكن أنا للتاريخ اعتبرت نفسي خارج هذه اللائحة وخارج هذه القائمة ديال الموقعين، لأبقى مع الفئات الشعبية، لأنه كاين ناس اللي وقعوا هاد الميتين وقعوا على أساس أن المعتقلين يخرجوا ويقولوا عاش الملك ويهزوا الراية البيضاء ويسكتوا، وأنا لن أوقع على عارضة مثل هذه. أنا كنت دائما أقول إنسانيا لا بد أن نسعى من أجل إطلاق المعتقلين، إنسانيا خصنا نتقلبوا، لأن هذوك المعتقلين
راه عندهم ماتهم، عندهم ولادهم، عندهم خوتهم، عندهم احبابهم اللي كيتسكواو بنار العزله والفرقه ديالهم يوميا. ولكن نضاليا بمفهوم النضال الحقيقي، راه لابد ان نستمر في الدفاع عن الملف المطلبي، ولهذا الغرض انا لم اوقع ولن اوقع. اذا هذا هو اللي كاين، وهذه العارضه نتمنوا انها دير تجيب نتيجه مزيانه، يخرجوا هاد الوليدات برا للسجن، وبعد الخروج ديالهم نناقش ما ان كانوا سيستمرون بنفس الوتيره ونفس الشكل، ولا غادي يبدلوا الطريق ديالهم، ولا غادي يسكتوا، ولا غادي يتبدلوا. ويؤسفني باش نقول لك بانه واحد المجموعه ديال المعتقلين ديالنا اللي جاوا لاوروبا ما فهموش المسؤوليه اللي تلقات على العاتق ديالهم من طرف خوتهم اللي باقيين في السجون، واعتبروا بان المسؤوليه ديالهم هو انهم يقولوا كل ما يمكن ان يجعلهم في مأمن ويعطوا لهم اللجوء السياسي وصافي. المناضل ماشي هو اللي كيقلب على اللجوء السياسي، قبل ما يقلب على رفع الصوت ديالو فكاين مناضلين اللي كاينين حاليا في اوروبا زيد من 13 سنه مازال ما عندوش لوراك، 13 سنه ما عندوش لوراك، ولكن ما قلبش على اللجوء السياسي، قلب على ملف قوي يرفعه ويوصله ليوصل صوته وصوت من كان معهم في المعتقل. هذا هو، هذه العارضة كاينة اليوم السي كريم، وهي بين يدين ملك المغرب. نتمنوا انها تدير الدور ديالها، ولكن للاسف راه يوميا تستمر الاعتقالات. واليوم سمعت بان الاخ عبد العالي بريك تم اعتقاله، سمعت ان الاخ طارق مهم تم اعتقاله، اخ ابراهيم الصريح مؤخرا كان في المعتقل لمده 4 ايام وبصحه هزيله جدا. اذا 366 حاله اعتقال غير في هذا الكونفينمون، هذا الحجر الصحي، هاد العارضه كتبان لي بحال اللي غادي نديروا عارضه باش نخرجوا هاد الناس ونصبروا عاود 3 سنين ويجيونا ناس اخرين ويديروا عارضه اخرى باش يخرجوا وحدين اخرين. لا، المصالحه الوطنيه تقتضي اعاده الامور الى نصابها واعاده القطار الى سكته. فإلى فرنسا اليوم قدرات انها دير قطار مستشفى كيهز المرضى من باريس يديهم حتى الملوز، حنا ما قدرناش حتى نردو بلادنا للسكه الحقيقيه. اليوم لابد باش نديرو كل ما يمكن ان نقوم به باش نردو القطار ديال الحياه للسكه الحقيقيه وبعيد عن الواقع الحالي. هذا هو اللي كاين السي كريم. واخا تحياتي لك الاخ العدوز على هذا الجواب الصريح والنظريه ديالك في هذه العريضه، الفكره ديالك تحترم. الاخ الهندوز، نرجعوا دابا عاود نبقاو في البلاد. راه في هذه الاونه ملي جا الفيروس كورونا، الدوله قالت لك راه درنا واحد الصندوق. نعم. عندي واحد السؤال، فيه جوج السؤالات، وخذ راحتك جاوب عليهم بخاطرك. واش عندك شي مستجدات على هذا الصندوق؟ ولنفرض كاين شي حاجه في هذا الصندوق، شحال من مده؟ لحقاش رانا حنا عارفين الا استمر هذا الوباء ولا هذا الفيروس الكورونا ما عالجوش في الوقت، يمكن يستمر عده اشهر ولا اعوامه، شنو يكون المستقبل ديال المغرب؟ تفضل الاستاذ العمدوس. نعم، بدايه العدد ديال المرضى في المغرب اليوم اللي كيخضعوا للعلاج وصل ل 270، 275، يعني دابا تجاوز، يعني 50 واحد تجاوز هذاك السرير ديال 250. تجاوز، لا قلت البارح وقلت اليوم على ان عدد الاسرى اللي كاين 1460 زائد 250، ما كاينش غير 250 سرير، كاين 1460 سرير زائد 250. هذيك 250 هي اللي تزادت مع هذا الوباء ديال كورونا. ده اليوم كاين 275 مريض. هاد المرضى ماشي كلهم كاينين في تحت بروتوكول
التنفس الاصطناعي، كاين واحد الفئه اللي كاينه كتعالج غير هكا بالدواء، يعني ماشي كل شيء راه ملاعسين بدي زاباراي ريسبيراتوار وبدي ماشين ريسبيراتوار ديال التنفس الاصطناعي بطبيعه الحال. وعدد الوفيات وصل ل 11، 10 المصرح بها وفاه قاضيه هذا المساء، توفات واحد القاضيه في المجلس الاعلى للقضاء مع دريس جدته. ثم إصابة زوجة المحامي حجي بالمرض، وهو كان معاشرها، وبالتالي نقيب المحامين كي يعطي الإشارة لواحد المجموعة ديال المحامين كيقول لهم ربما راه العدوى انتقلت في المحكمة اللي كان كيحاضر فيها كيترافع فيها المحامي ولا الأصدقاء ديالو. بالنسبة للصندوق اللي تكلمت عليه السي كريم، مباشرة بعد الإعلان على حالة الطوارئ في المغرب، دار واحد الصندوق سميته صندوق الدعم لمحاربة هذه الجائحة والتكفل بالمخاسر ديال جائحة ولا الوباء ديال كورونا، ديال لابونديمي ديال كورونا. مباشرة الإخوان، اسمح لي الأخ الهندوس، بزاف الناس يمكن كيسولوا هنا واش مباشر ولا لا. رانا دابا حنا مباشرة الإخوان، مسامحة على المقاطعة الأخ الهندوس، تفضل. معليش معليش، الإخوان اللي بغى يسول شي سؤال يسولو بطبيعة الحال. كاين هذا الصندوق الدار مباشرة، هذا الصندوق أعطى الأمر بإحداثه رئيس الدولة اللي هو الملك ديال البلاد، وساهم فيه بواحد القدر بسيط بزاف. أنا شخصيا ملي كتشوف أنت رئيس دولة ساهم بجوج المليار ديال الدرهم، وكتشوفه ساهم في الكاتدرالية نتاع فرنسا ب 200 مليون أورو، فرق كبير. جاتني شوية خايبة بزاف، وماشي معقولة. وساهموا فيه هذا الصندوق واحد مجموعة ديال الناس، مجموعة ديال الناس على رأسهم الأخطبوط المعروف في المغرب عزيز أخنوش، القوات الملكية المسلحة، اتصالات المغرب، الأبناك المغربية، بن شعبون بطبيعة الحال، طيب العالمي، واحد المجموعة ديال الناس اللي ساهموا في هذا الصندوق، وبقات مفتوحة الباب ديال المساهمة حتى الناس اللي كاينين في برا، اللي كاينين على برا، كاين اللي ساهموا. واللي مهم باش نذكروه هو المساهمة ديال أحد معتقلينا أحد بمبلغ نبيل مادي، أحمجي. سيدي نبيل أحمجي يستحق أن نشرفه بلقب السيادة، لأنه سيدنا ما دام معتقلا ولكن يفكر بهذا المنطق أنا أرفع له القبعة. 1000 درهم ديال نبيل أحمجي تساوي عشرات المليارات ديال أخ منوش، تساوي عشرات المليارات ديال ناهبي المال، مليارات ديال محمد السادس ملك المغرب، لأنه في درهم محتاج له، وإضافة إلى ذلك مرمي في السجن ظلما من طرف من دعوا إلى هذا الدعم ومن دعوا إلى إنشاء هذا الصندوق. إذا خطير الأمر هنا ملي كتجي تفكر تبقى تقول باش أنا راجل وقدام نبيل أحمجيق شكون أنا؟ مش غادي نكون انا قدام نبيل احمجيك ولا قدام ناصر الزفزافي اللي على الرغم من انه مظلوم يقول لهم راه خصنا نوقفوا مع البلاد. تخيل انه ما عطيالو البلاد والو، يعيش الظلم في بلده في وطنه، ولكن في نفس الوقت باقي ثابت راسخ على المبادئ ديالو. هذا الصندوق حاليا وصل ل 25 مليار ديال الدولار ديال الدرهم، عفوا 20 مليار ديال الدرهم. وهذا الصندوق من المفروض انه يتكلف بتدبير الامور الاقتصاديه الاجتماعيه، وكذا حتى تدبير الامور الطبيه لمواجهه الوباء. اقتصاديا دارت واحد اللجنه ديال اليقظه، هذه اللجنه ديال اليقظه فيها واحد المجموعه ديال الناس، ولكن انا بعدا نعرف فيها جوج ديال الناس ما عندهمش الكفاءة، وللأمانة واحد فيهم
ما يستحقش انه يكون في لجنه من هذا القبيل، هو عضو في شبيبه التقدم الاشتراكيه سابقا، وللاسف للاسف انه كاين في هذه اللجنه. هذه اللجنه ديال اليقظه اللي كتدبر الامور الاقتصاديه وصلت لواحد المجموعه ديال الامور، قالت اننا غادي نعطيو 2000 درهم للمتضررين من التوقف عن العمل ولكن اللي مسجلين في الضمان الاجتماعي. وحنا في المغرب قلت البارح عندنا الان قريب الملايين، نقدر نقول الملايين نتاع الناس خدامين بلا ضمان اجتماعي، وهذه خطيره. هنا كاين الخطوره، هذه الخطوره تتجلى في الحكم على فقراء المغرب بالموت اقتصاديا، بالدائنيه، بالكريديات، باش ما بغيت تسميها، غادي يطيحوا هاد الناس من بير، يطيحوا لواحد البير عميق ومحفور اكثر من ذاك البير اللي كانوا عايشين فيه مساكن. لهذا الغرض حنا كنا نتمناو انه الدوله كما كانت كتسمح للناس انهم يشتغلوا بلا ضمان اجتماعي، كما كانت كتسمح للناس انهم يسعوا لانهم يسعوا وما غاديش يقولوا لها اعطينا، الدوله نتمناو انها اليوم تقول لهم انا كنت نخليكم تسعاو والظروف الزنقي ديال المغرب كتمدوا يدكم، اليوم غادي نعاونكم. نتمناو ان الدوله تحمل مسؤوليتها، لان هي اللي خلات المشغل المغربي والشركه المغربيه والادارات المغربيه حتى هي للاسف مخدمه ناس اون نوار. ومن نقول الادارات المغربيه، المؤسسات التعليميه الخاصه والخصوصيه في المغرب فيها واحد العدد كبير خدام اون نوار، الكلينيكات بزاف خدامين اون نوار، الطباء بزاف خدامين مستخدمات اون نوار. اليوم المغرب كيتكلم على تدبير الشان الاقتصادي والوضع المادي ديال فئه ديال الناس اللي يريدوا من الخدمه، لانهم طلبوا منهم يريدوا من الخدمه ولكن كاينين في صندوق الضمان الاجتماعي، ومتناسيه تماما جوج المرات العدد ديال هذوك اللي غادي تعاونهم كانوا خدامين بلا ضمان اجتماعي. اذا هنا غادي تكون الانتكاسه، الانتكاسه الاجتماعيه غادي تكون. إذا كانت الجريمه لوطو ديالها كان وصل 17% سنه 2018، مباشره بعد الوباء ديال كورونا الجريمه غادي تقفز بواحد النوع خطير. إذا كان البيع ديال المخدرات والقرقوبي وغير ذلك طالع، راه غادي يزيد يطلع لوطو ديال التعامل بمثلها تجاره وبمثلها امور اللي كتضر المجتمع اكثر ما كتضر اللي كيسيروا البلاد. لهذا الغرض حنا قلنا نتمناو انه هذا الصندوق اللي ما عبرش وما بينش الوطنيه ديال لا ملك المغرب، ويسمح لي انني نقول له بانها الوطنيه ما تقتضيش اننا نعطيو 2 مليار ديال الدرهم. مساله ماشي مساله شحال عطى، مسألة شحال قيم البلاد ديالو والشعب ديالو. فعلا وقف ودار الحجر الصحي وتكلمت عليه الكابيس الإسبانية وجرائد بريطانيا وغير ذلك بأنه ملك فضل شعبه على اقتصاد بلده، ولكن هذا ماشي تفضيل، لا، هذا خوف من الانفلات الأمني وخوف من انتشار الوباء بكثرة والموت والانفلات الامني الذي يؤدي ربما الى امور انتم تعلمونها جيدا، هو اللي خلاه يمشي في هذا الطرح ديال انه يدير الحجر الصحي ويبلع الحدود باش ما ينتشرش الوباء. مزيان الوباء ما انتشرش، ولكن غادي ينتشروا اوبئه اخرى اللي نتمناو انهم يتعالجوا كما تعالجت كورونا وتحاربوا كما تحارب الفيروس كوفيد 19، لانهم ماشي اقل خطوره من كوفيد 19، وهذا هو اللي نقدر نقول على الصندوق. ثانيا كاين مجموعه ديال الصناديق المحليه، كاين الصندوق الوطني وكاين الصناديق المحليه. واحد المجموعه ديال المدن ولا ديال الاقاليم دارت صندوق محلي لمحاربه الازمه ولا لتدبير الازمه.
اللي عندي معلومات عليه هو الصندوق المحلي لإقليم بركان، وهذا الصندوق المحلي لإقليم بركان شرفت عليه العمالة ديال بركان بطبيعة الحال، وتبرعوا فيه ناس اللي هما الأصل ديالهم من بركان، والآن كيدبروا به شوية الأمور ديال الناس اللي ما عندهم، شوية الأمور ديال الناس اللي ما خدامين، شوية الأمور نتاع النظافة ديال المدينة وغير ذلك. ولكن يبقى دائما كاين خصاص، لأنه المتبرعين ماشي بزاف. وآخر شق في السؤال ديالك، آخر شق في السؤال ديالك هو إذا استمر الوباء وانتشر الوباء شنو غيوقع؟ بداية إذا استمر الوباء لا قدر الله، وحنا ما نتمناوش أنه يكون استمرارية للوباء في البلاد ديالنا، نظرا لأن البلاد ما دايرة والو وما عندهاش الإمكانيات، والإمكانيات كلها تسرقات وتنهبات. الآن ضيع هو المواطن، وبالتالي دعواتكم مع خوتكم ماشي مع شي واحد آخر. إذا استمر الوباء غادي بداية غادي يكثر عدد الوفيات، غادي يتعمروا كل الأسرة ديال الإنعاش اللي مجهزة بهذا الأخر، غادي تولي المحسوبية والزبونية حتى في الحياة، حق الحياة غادي يولي المواطن المغربي كيشري بلاصتو في ناموسية مع جهاز. لأن قبيلة تكلمنا على ألمانيا ما كتبيعش الأجهزة حتى كدير التحقيق على الدولة اللي طلبتها منها الأجهزة، المغرب غادي تبقى تعطى الأسرة وهذه بالفلوس إلى انتشر الوباء. وحنا ما بغيناش باش تولي المحسوبية حتى في الحياة، يعني الحياة هي حق مقدس لابد أن يطاله كل مواطن. حنا ملي فقد محسن فكري الله يرحمه الحياة، قلبنا وقف معاه. فما يمكنش اليوم نشوف واحد العدد ديال المغاربة اللي غادي يبقاو يمرضوا، وغادي يبقاو يديهم للسبيطار ويخليوهم يموتوا على برا، لان كاين ولد اللي لاباس عليه مدخن، ويبقاو يقلعوا لاباراي داك اللي ما عندوش ويديروها اللي عنده الفلوس. اذا هنا لابد الدولة باش تتحمل مسؤوليتها في اعادة القيم لكل القطاع، لان حتى القطاعات ديالنا بالمواطنين اللي خدامين فيهم فيهم الدخل وفيهم الدفو. اليوم حتى المواطن راه ماشي ساهل، باش نكون واضحين، رجل تعليمنا أصابه طبيعة الحال أصابه المرض، ولا حتى هو ما كيقومش بالدور ديالو كما ينبغي، طبيب ولا حتى هو بزنس، كل واحد ولا كياكل من الخبزة ديال خوه شوية. وهذه المسألة الدولة هي اللي تثبت فيها، وهي اللي عطت لها الفرصة أنها تكون واحد كيغمض عينه على الآخر حتى وصلنا لما وصلنا إليه. ثانيا، إذا استمر الوباء غادي يطول الحجر الصحي، فترة الحجر الصحي، عفوا، وإلا طالت فترة الحجر الصحي غادي يوقع خصاص مهول عند الأسر الضعيفة والفقيرة، وما غاديش تلقى هاد الأسر باش تسد الرمق ديال ولادها، وباش تقوم بالأمور على طبيعتها. انتوما شفتوا مؤخرا 3 ديال الفيديوهات، فيديو ديال واحد السيدة خرجتها السيدة من الدار لأنها ما خلصتش الكرة، وهاد الفيديوهات جاية من واحد القناة اللي انا ما نحترمهاش للاسف، هي شوف تيفي، باش ندوزها شوف تيفي لا تحتاج منا الاحترام ولا تحتاج المشاهده، وكل حاجه كتجيبها شوف تيفي مشكوك في الامر ديالها. اذا سيده خرجت وحدها، واحد في تطوان خرج جوج ديال الجزائريين لان ما عندهمش باش يخلصوا الضو، واحد في وجده خرج واحد المراه لان ما عندهاش باش تخلص الكره. احنا في البدايه ديال الحجر الصحي، الى استمر وانتشر الوباء واستمر الحجر الصحي، غادي نتلاقاو بزاف ديال الناس اللي ما غاديش يخلصوا الكرة، وبزاف ديال الناس اللي غادي يخرجوهم وما يدخلوهمش واخا تدخل السلطة. وشفنا كذلك تصرفات مشينة ديال واحد المجموعة ديال موالي الحوانت اللي بقاو كيبيعوا البوطة بالعارف، اللي بقاو كيبيعوا المواد الغذائية بزيادة في الثمن. وهنا كنقول لكم بانه الاستمرار ديال الوباء
وتفشي الوباء وطول مدة الحجر الصحي غادي تأدي بنا حتى لواحد الاصطدام بين الشعب فيما بينه. ما غاديش يبقى الاصطدام الحالي اللي كيبان هكا هو اصطدام ديال الشعب ساقط على الدولة، ولكن إلا استمرت الأمور على الشكل اللي غادي به وتفشى أكثر الوباء غادي نوصلوا لما لا يحمد عقباه. لهذا كنقولوا بأنه نتمناه من الله بعد أنه يحمي مواطنينا ثم يحمي فقراءنا ويرفع هذا الحجر عليهم، أنه هو الوحيد اللي كفيل وقادر باش يرفع الوباء وهذا الابتلاء على المغاربة. ثم إلى استمر الوباء في الانتشار غادي تكون عنده كذلك جانب آخر اللي هو خطير جدا واللي الدولة ما ضربالوش الحساب، هو الجانب ديال الخوف والهلع ديال المواطنين من الوباء. واحد العدد ديال الناس اللي خدامين في قطاعات معينة غادي يخليو لي بوست ديالهم وما غيخدموش، انهم غادي يخافوا من انهم يتصابوا وما كانش المستشفيات الكافية لاستقبالهم وغير ذلك. لهذا الغرض الدولة ملي كتكون ضعفها النظام، دولة ملي كيكون النظام هلكها وقتلها اقتصاديا، هلكها قيميا، هلكها اخلاقيا، هلكها فكريا، لابد ان نتحسب ونتوقع الأسوأ. ولكن نتمنى من الله ان يحول دوننا ودون سوء الاحوال وان يرفع البلاء والابتلاء على شعب لا حول له ولا قوة، والله المستعان. تفضل سيكري. الأخ فيصل الزفزافي واه مباشر، تحية خالصة ثم متين ويعزن، باش يحفظ الله تعالى ومتن الزفزافي، يجن تحية تسلم. وبارطاجيو الاخوان، بارطاجيو الاخوان، الله يجازيكم بخير. البارطاج راه ما كنقولوها لكمش بزاف، ولكن بارطاجيو، راه الصوت ديالكم والصوت ديالنا كيوصل، واخا يوصل بصعوبة ولكن يوصل بالبارطاج. تفضل السكاي. كان شي شويه تعاليق هنايا الاخ الهندوز نقراهم عليك، ومن بينهم الاخ تشاكو ماكو، تحيه نضاليه غير الاحرار اللي كان نشوف هنا الله يعزكم. الاخ تشاكو ماكو قال لك هذا الصندوق سيكون مصيره مثل الصناديق السابقه، شنو تقدر تعلق على هذه المساله الاخ الهندوز؟ بعجالة بعجالة غادي نقول له بأنه فعلا ممكن يكون مصيره مثل الصناديق السابقة، ولكن ماشي بالشكل اللي كانت فيه تدبير الصناديق السابقة، لأن هنا اليوم الأمر يتعلق بحياة هذوك اللي كانوا ينهبوا. اليوم هذاك الصندوق ما غيديوش منه، غيزيدوا فيه لأنهم خايفين على راسهم، وبالتالي كل واحد من دوك الناس اللي كانوا يسرقوا فعلا غادي يكون غادي يتنهب من طرف مجموعه ديال الناس اللي ما عندهمش كاع الاخلاق. ان من كتنهب من الميت ولا كتنهب من المريض راه ماشي بحال تنهب من شي واحد اللي واقف على رجليه. تنهب البلاد وهي واقفه، الشعب واقف وصحيح، ماشي هي تنهب الشعب وهو طايح في الارض وميت. زين، هنا كاين مساله مختلفه، واعتقد بانه هذا الصندوق هذوك الناس اللي كانوا ينهبوا بعد اللي باينين راهم ما عندهمش الامكانيه انهم يخرجوا من البلاد باش يعالجوا على برا، وبالتالي هما الهم ديالهم انهم ما يبقاش الوباء في البلاد، لانهم عندهم مصالح داخل الوطن وما مستعدينش انهم يضحيوا بمصلحتهم داخل الوطن، وما مستعدينش باش البلاد تقلب راسا على عقب ويهربوا كما هرب بن علي ولا كما مات حسني مبارك ولا كما تجن مرسي ولا كيما هذه. اذا الامر يختلف شيئا ما. اعتقد انا هذا هو الراي ديالي، واحتراماتي للعزيز شاكو ماكو الاخ عبد الرحيم اللي كان حييه ونقدروه بزاف. تفضل سي كريم. انا واحد الاخ قال لك انا واحد غنوقف من الخدمه، يعني واحد الاخ مسكين في المغرب قال لك حتى انا من المتضررين. الاخ فيصل الزبزافي قال لك الشعب المغربي في خطر مع الوباء كورونا الفتاك والدولة بدون مستشفيات العلاج.
واش بصح الدولة المواطنة راه في الخطر الأخ الهندوس في شوف السي كريم والاخ فيصل، المواطن من اللي عقلنا ومن اللي عقلوا ابائنا وهو في خطر. المواطن المغربي عنده غير الله، الله الا رفع الله عز وجل اليد ديالو عليه ما كيبقى له والو. ماشي بحال المواطن الاوروبي، المواطن الاوروبي واخا ما عندوش الايمان بالله، تلقى واحد ما عندوش الايمان يعني لا يؤمن بالله، ولكن كاين قضاء مستقل، كاين دولة قائمة، كاين مساواة في المستشفيات، كاين. أعطيك أنا مثال بسيط، اليوم اللي عنده أكثر من 75 عام في الطليان ما يعالجوش، واخا يكون شي واحد اللي لاباس عليه غادي يمشي يقولوا له لا سمح لنا، راه غدا غادي يجيو يشكيو بينا في المحكمة ويقولوا له باين فلان عالجوه باين فلان ما عالجوش. إذا اليوم كاين تخوف في دول أوروبا، كاين تخوف من القضاء المستقل والنزيه. المواطن المغربي لا حول له ولا قوة وفي خطر، وهذا الخطر راه ما يمكنش يواجهه في براسه شي واحد إلا ما واجهوش هو بداية بالحجر الصحي الصبر. ونقول بأنه حتى إلا المواطن ما عندوش شحال ما قدر يصبر حتى يفوت الأزمة ويطالب بالحق ديالو مزيان. هذا رأيي، تفضل سي كريم. صحيح، زعما قلت لي واحد الكلمه عجبت لي بزاف ديال الاخ الهندوس، باللي قلتي باللي المواطن المغربي مات من زمان ماشي غير اليوم، وهذه حقيقه. بطبيعة الحال المواطن المغربي من زمان هو كيتشكى وما كانش اللي واش انا نعطيك امثله بسيطه جدا. المواطن المغربي اللي عنده ينطق باربعه ديال اللغات ومرمي في واحد الجرده في فاس وما كانش اللي يديها فيه والدود بقى كياكلو في اللحم ديالو، هذا ماشي هذا. الدولة ديالنا معروفة أنها تخلات على المواطن البسيط، الدولة ديالنا معروفة على ما يمكنش حتى الدولة ما كتنكرش، باش نكون واضح معاكم، الدولة في حد ذاتها ما كتنكرش. الدولة وكانت تجي تتكلم معاها كينكر هذاك الناطق الرسمي باسم الدولة، ولكن ملي كتمشي للقطاعات عند الأطر الطبية كيقول لك ما عندناش السبيطارات. تمشي عند شي ولد عمك طبيب ولا أخوك طبيب ولا ولد خالتك طبيب يقول لك ما كان والو. ولو كانت هذه الدولة عندها المستشفيات وكانت الظروف الاستشفائية ملائمة ما يهربولناش 3000 طبيب في السنة، ما يهربوش، بقاو في المغرب. إذا هذا هو اللي كاين. تفضل السي كريم. واحد الاخ هنا قال لك جميع الدول العربيه في خطر كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. المهم هذا الاخ فكرني بواحد دوكم واحد واحد اللقاء مع الجزيره، مع شي ناس كيقولوا باللي الدول العربيه دابا ما دارتش مبادره باش دير هي المجهود ديالها شوف الحل ولا شي حاجة. قال لك غير هما متكلين غير على الغرب. شنو تقدر تقول في هذه المسألة الأخ الهندوز، وش من سبب اللي جعلوا هذه الدول العربية ما يجتهدوش في هذه المسائل؟ شوف الدول العربية فرطت في الأدمغة ديالها، فرطت في العقول ديالها، فرطت في العلماء ديالها، وكتخليهم كيمشيو لدول أخرى. حنا عندنا علماء الآن كاينين في أوروبا وهما اللي رافعين المنسوب العلمي والفكري في أوروبا. واحد كان على جنب أنجيلا ميركل في الألمان تونسي، سميتو الدكتور البروفيسور كمون، تونسي، هو اللي كان كيسهر على إيجاد علاج لهذا الوباء. الأطباء العراقيين كانوا في الصين، عفوا الصين، كيسهروا على إيجاد دواء لهذا الوباء. ولكن حنا للأسف دائما كننتظروا غير الغرب واشنو غادي ينتجنا، لأن فرطنا في حضارتنا وفرطنا في تاريخنا وفرطنا في كفاءاتنا وبقينا كنستناو. فتلقى المواطن العربي ولا المسلم راكب في الطيارة ويدعي للكفار، اللهم عجل بهلاكهم،
وانا استغرب شفت واحد العالم هذه واحد 3 ايام، واحد العالم معروف داعية اسلامي، كما هذه الجمعة قال بانه الوباء راه سلط الله على الصين لانهم كيقتلوا المسلمين، واسبوع موراها بقى كيبكي وقال لهم ماذا فعلنا ليحرم على الله من بيتي، من بيتي علاش زعما رب العالمين بيتنا يعني بالله علينا مكه ما مشينا لهاش. لليوم حنا حتى طريقتنا في التعامل مع الاخر مع غير المسلم طريقه يجب اعاده النظر فيها. حنا شعب وشعوب كتستنى الاخر يمن عليها بعيب الفتات، خيراتنا كلها كيستغلوها، وحنا كنديو غير الفتات ونعيشوا على الفتات. ولكي بالاخ اللي تكلم راه عنده الحق. تفضل سيدي. هذه 3 ايام ولا 4 ايام، يمكن 3 ايام، الاخ الهندوس فكرني واحد الاخ محمو، تحياتي لك الاخ محمو، كتب لي بالهولنديه يمكن هولندي، تحياتي. قال لك ماري لوبان، كتعرفها ياك، دارت واحد هضرات هذه الايامات اللي فاتت، قال لك حنايا هذوك العرب ما غاديش نخليهم يجيو يعالجوا هنا في اوروبا. علاش؟ باش يشوفوا كانوا عندهم 60 سنة ولا 70 60 سنة دلوقت باش يبنيو مستشفيات، ياك. دابا هي قالت لهذاك المسؤولين ممنوع يجيو هنا يداوا، باش يشوفوا باش يحسوا بالحالة ديال الشعب ديالهم اللي ما عنده ما لقاش هذه المسائل. شنو تقدر تقول في هذه النقطة الأخ الهندوس؟ لحقاش كنت بغيت نسولك على هذا السؤال مشالي، مارين لوفان، وكنشكر مارين بزاف الأخ مارين مارين لوفان مارين لوفان بنت جون ماري لوفان، اللي هي رئيسة حزب اليمين المتطرف في فرنسا. أنا لا أكن لها أي تقدير ولا احترام، هذه بعد الأولى أنا كنعتبرها وكأنها غير موجودة، يعني فكرها ولا ما تقول هي ما انا ما لا اعتبره فعلا. كلامها في هذا الباب صواب، كان عند العرب 60 سنه وكاين اللي كان عنده اكثر باش يأهل بلاده ويخدم المستشفيات، ولكن خصها تقول كذلك على ان بلادها فرنسا كانت سبب في الخراب اللي كاين اليوم في المغرب وفي 17 بلد إفريقي إضافة إلى الجزائر. إن أنا ما يعجبنيش اللي كي يشوف غير من جهة واحدة. أنت قلتي ما كنتكلمش أنا على دوك الرؤساء يجيو عندها ما يجيوش عندها يعالجوا في فرنسا، داكشي شغلها وشغل المسيرين ديال هاد البلاد شغلها، ولكن ملي كتكلم على 60 سنة انا اود ان اذكر هذا الاخ واذكر كل من قاعد دوك الناس اللي نشروا على الصفحات ديالهم الكلام ديالها، كنقول لهم بانه كان عليكم تزيدوا في ديك الصوره ديال مارين لوبان اللي قالت 60 سنه، زيدوا 60 سنه من نهب فرنسا لثروات هذه الشعوب، كون واضحين. ثم نفكرها ونفكر دوك الاخوان انها متطرفه وفي نفس الوقت عندها سيكسيون ديال الحزب ديالها، عندها بيرو ديال الحزب ديالها في مراكش اللي كيدير الحملة الانتخابية للحزب ديالها، لأنه كاين 7000 فرنسي مقيم بمراكش. إذن اليوم كان عليها كذلك تقولنا علاش هي دايرة مادام عندها هذا العداء لهذه الدول اللي نهبسها بلادها اللي هي فرنسا، علاش دايره مقر ديال الحزب ديالها في المغرب. كان عليها كذلك تقولنا واش الا وصلت هي للحكم والتسيير غادي توقف النهب ديال هذه البلدان الافريقيه ولا تستمر في النهب ديالهم والعداء لهم، يعني تعاديهم وفي نفس الوقت كتنهبهم. وانا ناكد لك بانه لا يمكن لفرنسا ان تعيش دون نهب الدول الاخرى، فرنسا تعيش على ما تجنيه من طاقات وثروات البلدان الإفريقية، فينش حاجة أخرى.
هذا باعتراف رئيس سابق جاك شيراك وباعتراف سياسيين سابقين، والفيديو كاين ديال جاك شيراك كيقول بان فرنسا كتنهب في فيتنام. اذا اليوم اذا كانت ماري لو بان عندها هاد التوجه هذا مزيان، داكشي شغلها. وفعلا هاد الناس الحكام العرب ما داروش في بلدانهم، في افريقيا هي تكلمت على افريقيا، ولكن راه خاصها تعرف بانه الحكومات المتعاقبه على تسيير الجمهوريه الفرنسيه حتى هي ما كانتش حياديه وما كانتش عندها القوه انها تقول صافي ما نسرقش وما نهبش ونخلي هذوك البلدان يعيشوا برزقهم. واخر ما يمكن نقول لهذا الاخ، وان هذا اللي كتكلم اليوم على ناسيوناليزم وعلى الوطنيه وعلى حمايه فرنسا، التيشيرت ديال الحمله الانتخابيه ديالها، التريكويات ديال الحمله الانتخابيه ديالها تخدموا في شركه او شركات في المغرب. الملايين ديال التيشيرتات ديال مارين لو بان باش دارت الحمله الانتخابيه السابقه تخدموا في المغرب. الا كانت وطنيه 100% علاش مشات تستغل شي غيله ديالنا بثمن بسيط؟ وعلاش ما دعمتش الاقتصاد الفرنسي داخل فرنسا لشركات فرنسيه؟ اليوم هذا النوع ديال العنصريين والعدائيين، لان هي ماشي عدائيه غير الدين، لا، كاين ان جوان دو مير نائب ديال بلديه في 93 هنا في ديبارتمون 93 93 ضواحي باريس، كان نائب ديال رئيس بلديه عنده 23 سنه، سلم تم عزله من الحزب. هذا عداء مبين للحزب للدين. ثم عندها عداء كذلك للأصول العربية، وأعتقد بأنها ذات عداء أكبر للأصول الأمازيغية، ما كتحملش الأمازيغ، أعداء الأمازيغ في فرنسا مارين لوبان ومن يؤمن بفكرها. إذن مارين لوبان لا أخذها بقياس، وما تكلمش على الأقوال ديالها، ومن يقول بأنه لابد أن أحاربها بكل ما أوتيت من قوة، وأن أنشر طبيعة الحال الفكر الصحيح لتعود هذه الحشرة السياسية عن كل ما تقوم به بفرنسا. تفضل سيكاري. واه، شكرا الاخ الهندوز. المهم الاجابه ديالك كانت واضحه، كنتمنى اعطيتي الراي ديالك، والراي ديالك يحترم الاخ الهندوز. كان واحد السؤال هنايا ديال واحد الاخ، سمحوا لي دير شويه نظر. قال لك سؤال: لماذا لم يخرج الملك كم خرج مجموعه من رؤساء دول وحكومات من إلقاء خطاب للأمة من أجل طمأنينة شعبها وإحاطهم بمستجدات هذا الوباء القاتل؟ شنو تقدر تقول لنا في هذا على هذا سؤال جد مهم. سؤال جد مهم. الأخ ما قالناش، ما سولناش وقالنا علق على عدم الخروج. علاش ما خرجش؟ علاش ما خرجش الملك؟ هذا السؤال كاين قليل اللي تطرق له وقليل اللي تكلم عليه، ويمكن ما نظنش بانه في مواقع التواصل الاجتماعي كان شي واحد اللي عنده الجرأة يقول بعض الاسباب ديال عدم الخروج ديال الملك. الخوف يعني. انا البارح قلت بانه حسن الثاني هز السلاح ضد الاخوه الريفيين وشارك في الحرب عليهم، قتل الريفيين. قلت ان محمد الخامس شارك في عده امور، خرج بان حتى هو في الساحه، وقف شال المنفاه، بزاف ديال الحوايج. المهم الجميله باش ما لان كاين اللي غايقول لك لا راه غير صافط، لا جميله مطبوخه ما مطبوخه. المهم كان كيبان المغرب حسن الثاني مثلا طبخ واحد الجميله مع اسبانيا وامريكان ومشى للمسيره الخضراء، طبخوا مسلم امور اخرى وداروا طورة الملك والشعب، يعني طبخات قوامل بزاف فاتوا في المغرب وحركهم الملك ديال البلاد اللي كان في ديك الوقيته بالمغرف ديالو. اليوم في مواجهة وباء بحال هذا ما خرجش الملك يتكلم وما تكلمش،
مع العلم ان دول العالم كلها تكلموا الرؤساء ديالها. الاخ سول علاش ما خرجش؟ فكتعرف الاخ الكريم والفاضل بانه من اللي كيتحرك الملك من بلاد لبلاد كيمشي معاه الطوماطيش ديالو اللي مفوتين عليها واش ما فيها والو، الماكله ديالو اللي غادي ياكل خصها تكون سليمه، اللي يطيب له خصو يكون هادي، اللي بزاف ديال الامور. فمن بين الامور اللي تخلي اليوم الملك يخاف الوباء، وهذا الوباء قاتل. وانت اليوم ملي كتعدل البروتوكول ديال الخطاب ملكي راك ما عارفش لونتوراج ديالك، لان ما كاينش الثقه التامه في دوك اللي دايرين بك. وهذا هو اللي كيخلي ربما في القناه ديالي كنت تكلمت علاش الملك كيعالج في فرنسا، هذا جزء من التخوف ديالو. بل اليوم الا كاين واحد اوتور دو لوي على جنبه بغى يفوت له الوباء والفيروس تاع كورونا راه ممكن. يمكن اخ الهندوز تسمح لي نقاطعك هنا، نعطي لك انا هنا واحد النظريه ديالي، لحقاش ماشي من الضروره حتى يجي عند الناس يجي شي بلاصه ولا يدير، يقدر يديرها من القصر ديالو كيما دار الملك ديال هولندا هنا في هولندا. نعم نعم شوف، ولكن شوف، ولكن دابا الاشكال اللي كاين هو انه في هذه الفتره كتولي ولا النظام خايف على الملك، خصو دابا ما يمكنش حتى تعرف فين كاين. كاين العسكر على برا، كاين الشعب قالوا له جلس في دارك بزز، كاين الامور ما مستقراش، الملك خصنا نكونوا راه قلت لك البارح ما تعرفش فين كاين، واش كاين في الرباط، واش كاين في تايلاند، واش راه في فرنسا، واش ممكن يكون في فرنسا في القصر ديالو في فرنسا، واش غادي يهضر من القصر ديالو في فرنسا. كاين بزاف ديال الامور، كاين بزاف ديال الامور اللي صعيب باش نعرفوها اليوم. اللي ما كيتيقش في الطب ديال بلادو، واش انت في نظرك غادي يكون اليوم في المغرب يستنى ولا مرض عادي يجيبوه؟ لا، راه ممكن يكون حاليا في فرنسا، وهذه كلها غير احنا افتراض، انما يمكنش نعرفوا شنو هي الحاجه اللي خلاته 100% ما يخرجش. ما نبقوش عاود نجاوبوا على كاع الاسئله، ولكن بالامور انا اعتبر الخوف هو المانع الاول، هذا هو اللي خلاه ما يخرجش، الخوف هو المانع الاول. هالفتره كتولي خايف من داك اللي على جنبك، ما عارفش شكون اللي معاك وشكون اللي ضدك، وبالتالي الدوله كتاخذ جميع الاحتياطات ديالها الاحترازيه باش تدبر الامور ديالها بسلاسه. خرجت العسكر ديالها، خرجت الامن ديالها، خرجت البوليس ديالها، خرجت كل شيء، كل شيء خصو يدخل للدار، العصا نازله على الشعب. وهو ما كاينش، واعتبر بان الجواب ديالي ما غاديش يكون مقنع 100%، ولكن الاجابه هو ان الخوف هو الذي حال دونه ودون ظهوره في خطاب. لو نقدر نقول ممكن نتمنى ان بلي اعطيتي الجواب للاخ اللي سول هذا، ولكن هنا كاين الاخوان قال لك حتى بوتين والرئيس ديال بوتين مشاو للمستشفى يزوروا المرضى، وقال لك عاود الروسي واحد الاخ هنا قال لك الروسية بدات كتبنى المستشفيات كتوجد لحالات ما يجي هذاك الوباء. شنو تقدر تقول في هذه النقطه الاخ؟ شوف دروك المغرب راه قلنا بانه ما عندوش الامكانيات باش يبني مستشفيات. المغرب عنده ربما مستشفيات اللي كاينه حاليا، وربما يدير مستشفيات عسكريه لان عنده الاطباء العسكريين والاطر الطبيه الصحيه العسكريه، هذوك مازال ما خرجوش، هذوك راه معاد كاينين كيستناو الاوامر باش يخرجوا يديروا دوك المستشفيات اللي كانت كديرهم المغرب في غزه، وكديرهم المغرب في افريقيا، وديرهم المغرب في مالي وفي السنغال وفي دول اخرى، كتصيفط مستشفيات ديال العسكر يعالجوا الناس ياك. باش نقولوا يبنيو، واش انت في نظرك الدوله اللي قدرت تجمع غير 25 مليار درهم واش تبني بها المستشفيات، ولا تخلص بها اللي ما خداماش، ولا تشري بها الدواء؟ كونوا واقعيين، راه الامكانيات قلنا البارح ما كايناش. ثانيا تكلمنا على بوتين، بوتين يحكم في روسيا،
ما نبقاوش نكرروا ونجطروا في الكلام ونعاودوا نفس الكلام. الملك محمد السادس الحكم ديالو ماشي تام للمغرب، مع أجهزة أخرى كتحكم، والخوف ديالو يحول دونه ودون أنه يخرج يتلقى مع المرضى، خصوصا مرض معدي. وانتم كتشوفوا المرض كيفاش كيتنقل. كاين واحد المسألة تري زامبورتون، واش الملك محمد السادس لما ماتوا هذوك اللي تهدم عليهم الجبل تنقل عندهم؟ مابقاش عندهم. لما كتوقع مثلا الامور، راه المغرب وقعوا فيه حوادث كثيره اللي ماتوا فيها اكثر من العدد ديال اليوم. اليوم ماتوا 11، كاين الفواجع في المغرب اللي ماتوا فيها 60 70. ما تحركش، يعني هاد بحال شي سيف الاخ الهندوس. دابا الى نقولوا خاف من هذا الوباء، وقبل كما قلتي وقعوا فجعات كبيره ماتوا بها بزاف الناس. الى كاين واحد الملك، دابا انا لك هنا في هولندا كاين واحد الملك، انا نتكل على هذا الملك مقد على المسائل. دابا انا اللي كنسمع لك هكا، واش الاخوان ملي كنسمع واش الاخوان واش واش الاخوان بغيتونا نتكلموا هذه 3 سنين وحنا نتكلموا، ودابا بغيتونا نجيو نكذبوا داك الشيء اللي قلنا؟ راه قلنا الملك ما كاينش. المغرب غادي لحد الساعه غادي في العشوائيه. الله يرحم والديك. باش تزيد المغرب لقدام خصنا نديروا نقطه ونرجعوا للصفر، صلاة على النبي. اما نبقاو نرجعوا ونقولوا هادي ذاك النهار قلنا كلام، اليوم نجيو نقولوا كلام اخر، لا. عندنا راي واحد، وذاك الراي هو اللي غادي نبيه. اليوم غادي تسمع غير بلاغ ملكي، قرار ملكي، هذه غير الكتبه. اما الصوت لن تسمعه، الصوت ما كتسمعوش. الملك في المغرب ما كيدخلش في مثل هذه الامور، وما عمره ما تدخل فيها. وقعوا فواجع اللي ماتوا فيها 100 واحد، وما تحركش ما تحركش. هنا قال لك الأخ فريد أبديل أديل، من هي هذه الأجهزة التي تحكم مع الملك ولماذا؟ إلا عندك سؤال لا تقدر تجاوب عليه، إلا ما كانش ندوزو لنقطة أخرى. الأخ نقدر نقول له داك الشيء اللي كنقوله دائما. كاين اللوبي الخارجي رقم واحد. هذا اللوبي الخارجي هو فرنسا، بحكم انها مسيطر تام على ثروات المغرب. واحد المجموعه ديال الاخرى اللي المغرب اختار يعطيلو الظهر ديالها باش تركب عليه، هذه كيحكموا معاه. ومين يقولوا الحكم، كاين الحكم المباشر والحكم غير المباشر. هاد الدول بما فيهم فرنسا تحكم حكم غير مباشر بالاملاءات. كاين الحكم ديال البنك الدولي اللي حنا مدينين له بالكريديات بزاف، وانت كتعرف شنو هما الكريديات. وانت ملي كيكون فيك الكريدي كتولي تقول داك اللي مسلفك غير تبارك الله عليك السي فلان. اليوم حتى المغرب نفس الشيء، هذاك اللي مسلف له خصو يقول تبارك الله عليك السي البنك الدولي. ثم كاين التحكم الداخلي والهيمنه الداخليه لاصحاب النفوذ الاقتصادي، عائلات تحكم. من بين هذه العائلات عائله ازولاي، المستشار ديال الملك الدائم. وانتم تعلمون من يكون ازولاي. ازولاي هو رئيس الجمعيه الاورو متوسطيه هذه 20 عام، يعني كاع الدول ديال البحر الابيض المتوسط كيخدش في الاقتصاد ديالهم. ازولاي هو الاب ديال مستشاره ديال فرانسوا اولاند سابقا، ومستشاره ديال ماكرون حاليا. ازولاي هو الاب ديال عضوه دائمه في اليونسكو. من اليوم هذا عنده نفوذ. ومن نقولوا ازولاي راه كنقولوا كاع الطائفه اليهوديه في المغرب. ومن نقولوا الطائفه اليهوديه راه فيها اللي عايشين في المغرب واللي عايشين في اسرائيل واللي عايشين في دول العالم. ومن نقولوا هذه الطائفه اليهوديه كنقولوا الاقتصاد. ومن كنتكلموا كذلك على الاقتصاد كنقولوا هاد الناس اللي المغرب عطى لهم لحيته باش يحسنوا له، بحال اخ نوش عطى له اول يوم مثلا. غادي نعطيك واحد المقارنه ديالها بسيطه. المجلس الاعلى للقضاء اللي كيترأسو جطو جا وقال بان اخ نوش راه نهب ونهب ونهب، وفي نفس الوقت اخ نوش مازال كيحكم. اذا كيحكم ولا ما كيحكمش؟ القضاء المغربي
والديوان الملكي توصل ب 5000 ملف ديال الفساد ديال واحد السيد سميتو عبد الوهاب الفقيه، ومع ذلك داك السيد مازال في برا. حمدي ولد الرشيد في العيون يحكم، وهذه تقدروا ترجعوا لاشين ديالي ديال اليوتيوب وغادي تلقاو فيها واحد الفيديو شحال من ملك عندنا في المغرب، غادي تلقاو الجواب على هذا السؤال. هذا اوكي دورك تقول هذا السؤال. اوكي كاين الاخ فريد سعيد عطاه هنا واحد السؤال. لحقاش الى شي اخ ولا اخت عطاه شي سؤال، كندير المجهودات ديالي باش نطرحه عليك الاخ الهندوز. سؤال الاخ فريد سعيد، سؤال للسي الهندوز، هل انت راضي على العمل التي تقوم به حاليا وزارة الداخلية؟ ان لم تكن راضيا لماذا إن سمحت؟ انا لست راضي على العمل بعد هذه ام الوزارات، هذه وزارة الداخلية. انا ما راضيش ماشي غير على العمل اللي ما كتقومش به، حتى على الطريقة اللي كيتنتقى بها الوزير ديال الداخلية، ماشي طريقة ديمقراطية، وحتى شي بلاد ما عندها هذه الطريقة اللي كتصرف بها المغرب، وكتجيب واحد ما عرف مين جاي وديرو وزير الداخلية لأنه ما كيتكلمش قدامك، اللي بغيت يديرو يديرو. إذن أنا ماشي راضي بداية على وزارة الداخلية كإطار كيفاش كيتخدم وكيفاش كيتنصب الوزير ديال الداخلية ومن حوله من مدير ديوان وغير ذلك. ماشي راضي على التصرف ديال وزارة الداخلية حاليا في تدبير هذه الجائحة، والجواب ديال وزير الداخلية الفتيت على واحد المجموعة ديال البرلمانيين اللي قالوا له بأن المخزن راه كيضربوا الناس في الشارع، قال لهم حتى الباين كيضرب ولده إلا غلط، لأن المخزن ماشي باين هذاك الولد، لا اسمح لي ماشي باه، ما عندوش الحق يضربه، عنده الحق المخزن، عنده الحق يربيه بالقانون ولكن ماشي بالضرب والتأسف، والقانون خص يكون على الجميع باش نكون واضحين. ماشي راضي كذلك على وزارة الداخلية لأنها بينت على أنها تقدر تدير بزاف ديال الحوايج وما دارتهمش في السابق، في محاربة الجريمة وفي محاربة التفشي ديالها وفي محاربة ترويج ديال المخدرات في المغرب، واليوم ها هي كتبين واحد القوة كبيرة في محاربة فيروس غير ما يبانش كاع بالعين المجردة. علاش غادي قال لك ولماذا؟ أنا غادي نقول له لأنني أؤمن بحقوق الإنسان بروحها ماشي بشكلها فقط، بالروح ديالها. غادي تجي تقول له ودي ربما اسبانيا حتى هما ضربوا بعض المواطنين، فرنسا حتى البوليس ديال فرنسا كيضرب. انا متفق معك ولكن انا ما راضيش على هذه الطريقه، هذه همجيه في تسيير الامور، والقانون لابد ان ياخذ مجراه في مثل هذه التصرفات، وكل واحد كل واحد كيخدم بالقوه انا اعتبره ما قادرش انه يصحح المسار ديال البلاد اللي فسدته مجموعه ديال الاطر السابقه ومجموعه ديال القطاعات السابقه، فسدوا التعليم السابق، فسدوا المنظومه التربويه السابقه، واليوم ها هي شكون اللي كيصحوا بالعصا؟ هي وزاره الداخليه. فبلاصه ما نصحوا داك الشيء اللي فسدته الدوله سابقا بضرب التعليم وضرب الفكر والثقافه، جينا اليوم كنضربوا الناس باش يرجعوا للديور ديالهم وصافي. هذا ماشي حل انا بالنسبه ليا، وبالنسبه ليا هذا غير وباء بسيط. غدا لو كان مثلا يزاد وباء اخر مع كورونا، لو كان يقدر علينا الله عز وجل زوج ولا ثلاثه ديال مثلا زلزال كما اللي ضرب لا قدر الله الحسيمه سابقا في نفس الوقت مع كورونا، كيفاش غادي ندير؟ نموتوا؟ لا، دوله خص يكون عندها اجهزه قويه، ادارات قويه، كل شيء قوي فيها، المؤسسات ديال الدوله خصها تكون غاديه على قدم وساق، تكون واقفة. أما إلا ما وقفاش أي حاجة تجينا غادي تغلبنا، وأي حاجة أي حاجة تطردنا ضعاف وتدمر المستقبل ديال بلادنا وتدمر المستقبل ديالنا حتى حنا. ده هذا هو علاش أنا ما راضيش، وها على من ما راضيش.
كان بس واحد طيب سؤال اخر من اخ العمراوي، تحياتي الاخ العمراوي فريد العمراوي، قالك الشعب المنافق عجبو الحال ملي شافوا المخزن كيصرفق ولاد الشعب. سؤال، فين كان هذا المخزن لما كانوا العصابات كتجريسي ولاد الشعب بالسيوف وبالنهار؟ تقدر تعطي شي هذا شوف هذا راني جاوبت عليه درك، هو نفس السؤال تقريبا جاوبت عليه درك، غير نزيد واحد الاضافه. فين كانوا؟ سولني فين كانوا، انا غادي نزيد نقول لك راه تقريبا نفس السؤال. انا قلت بانه بينت القوه ديالها في محاربه الوباء، ولكن ما بينتهاش محاربه الجريمه والمخدرات وغير ذلك. فين كانوا؟ كانوا كيسمعوا لنا هذا الشعب اللي انت كتتكلم عليه اليوم، انهما الجريمه الى حاربتها، وكان الشعب ما فيهش الدولة ما فيهاش الإجرام بزاف، الناس غادي تقرا وتوعى وغادي تشكل خطر على هذاك اللي حاكمهم، لأن هذاك اللي حاكم باغي يحكم شعب ما يفهمش، ماشي شعب يفهم. إذا كانوا كيصنعوا لنا شعب بحال هذا، كانوا كيصنعوا لنا شعب منافق. بالنسبة لدوك اللي تكلمت عليهم أنت قلت منافقين عجبهم الترفيق، هذوك ناس ضعاف فكريا، ولا ناس اللي مستفدين حتى هما من الريع، سواء السياسي ولا الاقتصادي ولا الاداري ولا غير ذلك. يا يعني اما تلقاه راه بعض المرات كتلقى المواطن عاطي له غير واحد 50 متر فين يدير البيسكليطات اللي يحضيهم، يقول لك عاش الملك ويقول لك البلديه زينه وكل شيء زين. علاش؟ لان الشعب مصلحي مصلحي، وبالتالي كتلقى داك اللي كيدافع على الحاكم ولا يدافع على رئيس بلديه ولا يدافع على العامل ولا يدافع على الوالي ولا يدافع على الجنرال ولا يدافع، واحد كيستافد من ديك السلسل، ديك لاشان ديال النهب، راه كياكل بها واحد شويه 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 شويه، وذاك اللي فوق كياكل بزاف. ده اليوم باش نحولوا بين هذا المشكل ديال النهب وهاد المسائل هذه، خصنا نبدلوا الطريق ديالنا ونشدوا واحد الطريق اخرى، اللي الفوق ما ياكلش واللي لتحت ياخذ غير حقه ما ياخذش حق خوه. وهذه خصها الوقت وخصها الخدمه وخصها التاطير وخصها العلم وخصها التربيه وخصها القانون وخصها الزجر وخصها ربط المسؤوليه بالمحاسبه، ماشي غير بالهضره، بالحق. يا ولدي كاين بس المهم نتمنى يكون الجواب واضح. نقلو دابا عند الوباء. الأخ فارد سعيد كان حييك على عنده شي أسئلة هنايا في المستوى، قال لك كيف ترد على الذين يقولون أن هذا الوباء من فعل فاعل، وإن ما بعد كورونا ستكون أمام نظام عالمي جديد؟ أنا أؤمن بأنه أنا أؤمن بنفس هذه الفكرة إلى حد الساعة. أقول بأنه منذ سنين تقريبا 5 سنين وإحنا كنتكلموا على حرب عالمية ثالثة، أعتبر هذه هي الحرب العالمية الثالثة. وهذه الحرب العالمية الثالثة علاش جينا وقلنا بأنه من فعل فاعل؟ لأنه كاين كتاب يتكلم عن الوباء الذي ينطلق من ووهان الصينية اللي كان دار هذه قرب 15 عام، وكاين المسلسل اللي دار في 2018 وكيتكلم على وباء اللي مدة الحضانة ديالو بالجسم البشري ما بين يومين و14 يوم، والذي سيكون بفعل فاعل والذي سيغير الأمور في العالم. إذا اعتبروها حرب بيولوجية، وما يزيد تكريس لهذه الفكرة وإعطائها وضوح أكثر هو أن هذا الوباء أصاب الدول العظمى والقوية واللي عندها موقع استراتيجي اقتصاديا بدأ بهم، وبالتالي هي إعادة توزيع الرقعة الاقتصادية وإعادة بناء هدم النظام الاقتصادي السابق وبناء نظام اقتصادي جديد. قلت البارحة لأنه ليس من السهل باش ينزل العالم ديال الاتحاد الأوروبي في إيطاليا ويطلع في بلاصتو العالم ديال الصين، وهذه بوادر ديال تكتلات جديدة وفرض العضلات ديال التكنولوجيا بإسرائيل بالصين وببعض الدول الأخرى، يبين على أن هنالك من يستعد لفرض السيطرة والهيمنة اقتصاديا بما هو تكنولوجي متقدم وحديث.
ده هو الجواب ديالي على الأخ. شكرا. يمكن الاخ ابديل يمكن من البدايه ما كانش معنا في اللايف، لحقاش ذكرتي الاخ ابراهيم الصريح اللي اختطف الاخ الهندوس. نعم، يمكن هذا الى الاخ الأخ إبراهيم الصريح، شوف الأخ إبراهيم الصريح تم استدعاؤه وتم الاحتفاظ به لمدة 4 أيام. بعد هاد 4 أيام تعرض لحالة صحية خطيرة جدا، طاح الأخ إبراهيم الصريح وتعرض لواحد الضيق في التنفس ودار حالة ديال الصرع لأنه مريض بالصرع بالإبيليبسي. وكما كتعرفوا الأخ ديالكم إبراهيم الصريح الصحة ديالو على قدو، ما مزوجش وما عندوش الوليدات، كان خدام وخرجوه من الخدمة ديالو وعايش مع الأم ديالو. مباشرة بعد الإفراج عليه تواصلت معاه هاتفيا وتكلمت معاه وقال لي يا الأخ الهندوز أنا بغيت نرتاح شوية وبغيت هادي، أنا أقول لكم بأنه الأخ ديالكم إبراهيم الصريح والله أتمنى أن يعيش الاستقرار العائلي، أتمنى أن الله عز وجل يحل عليه بشي زوجة صالحة اللي تكون معاه وتكون به بطبيعة الحال. نتمنى أنكم تعاونوه لأنه يستحق المساعدة، نقول لكم بكل صراحة يستحق المساعدة، شريف عفيف إنسان غيور عن الدين دياله، وغير سبب الاعتقال كان هو الوقوف دياله مع أبو النعيم الذي تم اعتقاله بدعوى أنه ذو مسائل إرهابية في المغرب، وهذا ليس صحيح. أبو النعيم عنده توجه دياله ولكن ما لا يجب أن نهول الأمور حتى لديك الدرجة، لأن الإرهاب الحقيقي راه معروف في البلاد ومعروف في العالم ونتكلم عليه بكل حرية. من يسعى لصناعة الإرهاب هو نفسه من يسعى لزرع الوباء، هو نفسه من يسعى لتدمير كل ما هو جميل في حياتنا، وكل شيء تم بناؤه سابقا يحاولون أن يهدمونه. الأخ إبراهيم الصريح حاليا في فترة نقاهة، ساكت، عنده الحق تسكت، لا يجب أن نؤاخذه، ما خصناش نقول له علاش سكت، لأنه عايش داخل أرض الوطن وما عندوش الإمكانيات لا المادية لا الصحية لا غير ذلك، وهذاك خونا ويبقى دائما على رأسنا ومن فوق، وما عمره أنا الرأس ديالي ما عمره ما يهود من فوق إبراهيم الصريح. هنا عندي إبراهيم الصريح هنا، هذاك هو أعز خلق الله، باش نقولها لكم أعز خلق الله في العالم الفيسبوك إبراهيم الصريح إلى قلبي. تحياتي لك. قال لك الأخ الحسين عوطيل، بماذا تفسر غياب السياسيين اليوم الذين كانوا يتصدرون الساحة بالأمس، وكذا الوزراء الذين وجب خروجهم يوميا بحكم يوضح للرأي العام الاستراتيجيات التي من المفروض أن تبسط للمجتمع لمواجهة الوباء؟ هذا انا سي حسين اوتي العزيز عليا، حتى هو كنحييه وكنشكره لانه كيتفرج فيا، عزيز عليا. وعلى الرغم من انني كنختلف مع الحسين اوتي بزاف، كنت كنختلف مع الحسين اوتي بزاف، ولكن تخيل معايا اخويا كريم انه الحسين اوتي على الرغم من انني كنختلف معاه واختلف معايا وعاود اختلف، هو لحد الان علاقتنا طيبه، تخيل. عادي بنادم هذا هو عادي هذاك. هذا هو هذا هو هذا هو الاختلاف الذي نريد ان نؤسس له في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا النوع ديال الاختلاف. الحسين اوتي تكلم على غياب نبداو بالوزراء، بعد الوزراء ديالنا من الاحسن يسكتوا لان لا كومينيكاسيون ديالهم ناقصه ناقصه. انا مثلا ملي كنسمع على القطاع الصحي، قطاع الصحه، انا كنفضل ما يتكلمش وزير الصحه، يتكلم مدير لجنه محاربه الاوبئه سي اليوبي اللي كنحترمه، وهذا اليوبي سي تان دكتور، هو اللي كيخرج بتصريحات جد جريئه وقويه وكيعرف يشرح حيتو هادي وكيوصل معلومات محلها. خرج مره وزير الصحه المره الاولى قال بان عندنا 250 سرير، وهذا غير صحيح، ما عندناش 250 سرير، عندنا 1460 سرير، هذه بعد التاكد ديالنا من مصادر مقربه، الجهاز الطبي في وجده والجهاز الطبي في فاس والجهاز الطبي في اكادير، ناس اللي عطاونا بعض الاحصائيات ديال عدد الاسره المجهزه باللي ماشين تاع التنفس الصناعي. اذا هاد الوزاره اللي كتكلم عليهم ها هو خرج وقال لنا معلومه خاطئه وما عرفش يوصل المعلومه،
250 سرير كانت هي عدد الأسرة اللي تزادت إضافة للإجمالي اللي كان عندنا سابقا. خرج الرباح، الخرجة ديالو كانت باهتة، تكلم على تدبير شأن ديال الغاز وديال ديال الغاز ديال البوتان والبروبان وغير ذلك من المواد ديال الغاز، وتكلم كذلك على الطاقة ديال الكهرباء وغير ذلك. ولكن نقول لك بأنه وزرائنا حتى هما خايفين، وللأسف ماشي قد المسؤولية، وللأسف المغرب بلاد يكرس المفهوم الحكومة المحكومة. فترة بحال هذه الأوامر ما كتبقاش بيد الحكومة ولا بيد السياسيين، كتولي بيد المقربين من صاحب الأمر والسلطان والحاكمين معه إلى جانبه. دوك الناس اللي كيحكموا معاه وإلى جنبه هما اللي كيعطيو الأوامر، كيقولوا لهذاك القائد اللي صرف هذاك صرف قمة هكا بهذا المفهوم بهذا الهضره، يقول له صرف قمة باش يخافوا الاخرين، كيقولوا لهذاك القائد اللي خلص الكريه على هادي خلص الكريه، اسمعني سي كريم، اسمعك الاستاذ الهندس، تفضل كمل. هو يقولوا لهذاك اللي خلص الكريه خلص الكريه على هذيك السيده باش يقولوا بان راه المخزن فيه شويه الانسانيه. اذا المخزن يريد ان يتهم الجميع، شكون اللي صور هذاك القائد باوامر عليا؟ ذاك اللي كان كيصوره راه كان معاه، شكون اللي نشر الفيديو؟ هذاك اللي كان معاه. اذا ديك الصرفقه كان يهدف منها المخزن لتخويف المواطن المغربي، وبالتالي وزرائنا اليوم راه ما عندهمش ديك الصلاحيات اللي كاينه عند وزراء ديال حكومات في دول خارج المغرب. غياب السياسيين هو شيء اخر، غياب السياسيين على المستوى المحلي في كل بلديه ولا في كل جماعه ولا في كل قرويه هو غياب، انهم ديما غايبين. انتم كتسميو لهم الدكاكين السياسيه، فما تسالوش علاش غايبين اليوم، لانهم الدكان ديالهم كيحل بالانتخابات الانتخابات، وما عمرهم ما داروا الدور ديالهم التاطيري، وما عمرهم ما كانوا قدام الشعب باش يوعيوه ولا يقريوه ولا يفهموه، لان اصلا صاهرين على سياسه المغرب وعلى القواعد الحزبيه فيهم القله اللي عندهم شويه ديال الوعي، الشي الاخر غير معمرين بهم الاحزاب باش يصوتوا وباش يجيبوا الناس يصوتوا في الانتخابات المقبله، وهكذا دواليك باش تستمر عندنا السياسه، واخا حنا ما عندناش السياسه. ده هو السبب ديال حسني. كان يعني الأخ فيصل الزفزافي قال لك الملك غائب عن شعبه ولكن في نفس الوقت حاضر على الأحرار الذين يطالبون بحقوقهم العادلة كالمستشفى، فمصيرهم السجن، الذل والعار، محاكمة مطبوخة ومفبركة. شنو تقدر تقول؟ عندك شي سؤال، شي جواب الأخ فيصل؟ تحية الأخ فيصل الزفزافي، كيتبع دائما المباشرات ديالنا وكنشكروه بزاف، وكيبارطاجيهم لأن كنشوف بأن كيبارطاجي المباشرات ديالنا. حنا كنعتبروا كل واحد كيبارطاجي المباشرات ديالنا مؤمن بالفكر ديالنا، ومؤمن بأننا الغياب ديال الملك تكلمنا عليه، الحضور ديالو في المحاكمات والحكم على الأحرار باسمه هذا تكلمنا عليه حتى هو سابقا. اليوم اللي بقى لنا نقوله هو انه هذا الاحرار ديالنا لابد ان يستمروا في خط سيرهم، وان يؤمنوا بانهم ادوا واجبا ثقيلا بطبيعه الحال، ولابد ان يصبروا ويصابروا، ففرج الله قريب. ولابد كذلك على كل الاخوه اللي كيتبعونا واللي كيعتبروا نفسهم احرار باش يتجندوا بعد القضاء على كورونا للقضاء على العصابه الحاكمه وللخروج للشوارع المغربية وكذا الشوارع الأوروبية للمطالبة بالسلمية وبرقي بحقوق هؤلاء المعتقلين، بالإفراج عنهم، ثم بتنزيل الملف المطلبي. فما يمكنش نكونوا احنا لسنين وحنا كنهزوا على الثقل على الظهر ديالنا، واليوم نطالب بالإفراج ونتخلى عن الملف المطلبي. لا يمكن، كل واحد فينا لابد ان يتحمل مسؤوليته. هذاك اللي غادي يفرجوا عليه في المغرب راه غادي يفرجوا عليه ويبقى في المغرب، ولكن هذاك اللي تكلم من برا المغرب راه تكلم وغادي يبقى دائما خارج المغرب. اشنو كتفضل، واش تسجن داخل المغرب ولا تسجن خارج المغرب؟ وكلاهما مر، ولا اتمنى
لاي واحد منا انه يعيش العزله على بلاده ولا الفرقه على بلاده. اننا احنا بغينا بلاد قويه، بلاد تسع الجميع وتحارب كل من يحارب مبادئ الوطنيه الحقيقيه. احنا بغينا نقتلوا ذاك اللي باغي يقتل الوطنيه في القلوب ديالنا، وماشي نقتلوه بسلاح، نقتلوه كحضور، ما يبقاش عنده حضور. هذا هو اللي بغينا. واش ما يفهموهاش ويجيو يديروا لي كما داروا الوافي؟ الوافي قال السلاح مسكين، بقاو كيقولوا عليها الوافي قال السلاح وجبد السلاح، لان يعني ما كيتكلم على سلاح وما عنده صحه ديال سلاح وما كيتكلمش على القوه، وراه دائما كنركز على انه القوه ما عمرها ما جابت نتيجه. القوه في العراق دمرته، القوه في ليبيا دمرتها، القوه في مالي دمرتها، القوه في جميع بلدان العالم دمرتهم، والقوه ها هي اليوم هي اللي كتدمرنا. اننا ارتكزنا القوه والتسلح ونسينا العلم والتسلح بالعلم والابحاث والبحث العلمي، وها احنا كنأديو الضريبه وكتأدي دول عظيمه الضريبه، فما بالك بنا نحن. تحيه للسيز تحياتي الجواب في المستوى الأخ. كان هنا الأخ طارق تمساماني قال لك سؤال: لماذا لم يطلق سراح المختطفين رغم دول العالم أطلقت السجناء؟ إما عندك شيء هذا كنا تكلمنا عليه توا سابقا، وهذا هو علاش كنقول للاخوان لابد من متابعه تشجيع المباشرات اللي عندها نقاش وحوار، وماشي حنا وحدنا اللي عندنا نقاش هكا يعني موضوعي. راه كاين اخوان اخرين، انا كنسمع السي سعيد خطور كيتكلم بمنطق جد راقي، كنسمع بعض المرات الاخ رشيد الريفي من بلجيكا كيتكلم بكلام راقي، كنسمع لواحد المجموعه ديال الاخوان اللي كيتكلموا بكلام راقي، كنسمع مثلا واحد المجموعه ديال الشباب ديالنا كيتكلموا بكلام مزهول وزوين، وهذه لابد ان نشجعهم ونشجع حتى القنوات ديالهم، خصوصا اننا اليوم على مشروع ديال قنوات ربحيه، ولكن الربح ديالها يمشي للمعتقلين والضعفاء، ما بغيناش الربح ديالنا صحيح. الا مصلحه. المسألة اللي تكلم عليها الأخ على السجناء أطلقوا في عديد من الدول، المغرب دولة بوليسية، والدولة البوليسية ركزت على بناء السجون، في عوض أنها تبني المستشفيات ركزت على بناء السجون، في عوض أنها تبني المؤسسة التعليمية والحرم الجامعي، و يعجز اللسان على وصف هذا الخصاص الإنساني اللي كاين عند المغاربة، وهذا الحس الحقوقي الفعلي اللي كاين عند المغاربة، لأننا ولينا كنشوفوا ناس اللي كيعتبروا نفسهم حقوقيين وكيتكلموا على القوة كحل في إدخال المواطنين لزورهم معتقلين في بلدان العالم اللي خرجوا، لأن ديك بلدان العالم فهمت بأنهم ممكن يموتوا لها في السجن، ممكن يتفشى الوباء، وإلا تفشى الوباء في السجون راه الناس غادي تخرج بالعصا. وإيطاليا انتوما شهدتوا السجن ديالها وشنو وقع فيه، والناس كانوا باغيين يخرجوا منه بزز. احنا غادي للأسف نعيش في ظل دولة بوليسية قمعية 100%. شنو هو، شفت واحد الفيديو البارح ديال شي واحد كيتكلم على سجن عكاشة، هذاك انا ما نشرتوش لانني ما عارفش مصدره، لان اللي كان كيتكلم ما باينش شكون هو، ما معروفش، وبالتالي ما يمكنش ننشر شي حاجه اللي ما تكونش عارف المصدر ديالها. وتحياتي لكم، تفضل سي كريم، نزيدوا واحد 10 دقائق ان شاء الله واه، والحصه يمكن هكذا. نديرو سؤال ولا سؤالين. ان شاء الله يمكن نعاود غدا ولا مور غدا، لحقاش حنايا عندنا الجزء الاول ديال هذه الحلقه، انا درتو الرابط ديالو هنا الفوق. كل مره كنتناقشوا انا والاخ الهندوس، شي مرات كنديرو في اليوتيوب. الكم ديال الناس ما كيهمش، ولكن اللي مهم باش تبقى الرساله والتوعيه. وكنشكروا الاخ الهندوس اللي كيدير المجهودات ديالو الكبيره، دائما عنده المستجدات، دائما عنده على ما يهضر. ثم واحد الشكر كبير لك. والرابط ديال الجزء الثاني اراه الاول اراه الفوق في هذا العنوان. المهم هنا اخي الاخ رامو بولسكا قال لك: ما هي الصورة التي يعطيها غياب الملك ونظرة الغرب لهذا التصرف؟ عندك شي بولسكا
راموبولسكا يمكن عرفته وصافي. هادي بزاف ما شفتوش، بزاف ما شفتش راموبولسكا. اعتقد بانه كان، واش كان مبلوكي عندي ولا بحال هكا، لان هذا الاسم الى هو هذا راموبولسكا. وانا باش مادام تفكرت هذا الاسم هذا، انا كل واحد كيعلق بشي كلمه غير كلمه خارج النطاق، ما كنتغنش معاه، ما كنتدابز معاه، ما والو، كنحيدو كصديق وكندوس. ولكن ما عرفتش هو هذا ولا مش هو هذا. قال انا لك كنت صحيح، قال لك صحيح أخي. انا على العموم، اللي كان بلوكيهم ما كنجاوبهمش، ولكن غادي نقول له ما عنديش، ما نعرفوش مسكين، والله ما نعرفه، ولكن يمكن قال شي حاجه اللي ما عجبتنيش ولا ما كنتش عارف. العموم انا كنشكر السي بولسكا اللي كيتفرج فينا، واخا عارف اللي راني بلوكيتو، واللي كتب سؤال لموضوعي وغايه في الاهميه. وهذا هو النوع ديال الاسئله اللي بغينا يتكتبوا، وهذا هو النوع ديال النقاش اللي بغينا يتناقشوا، وهذا هو اللي كنتمناو مستقبلا نديروه. نظرة الغرب لهذا التصرف قال بطبيعة الحال، لك لا الاخ الهندوس، يمكن صحيح قالها لشي جمله اخرى، قال لك لا يا اخي ماشي انا. ايوا مسامحه، ما نعرف. دابا الاسماء كثروا معليش الاخ الهندوس، دابا بنادم معليش معليش اه معليش. إذن قلت انه نظرة الغرب اليوم كل واحد بداها في تدبير الشأن المحلي ديالو. وانتم كتشوفوا بان حتى الدول الاوروبيه ما بقاتش كتشوف الدول اللي على جنبها كيفاش عايشه ولا كيفاش كتدبر الازمه. حنا اللي يهمنا هو نظرة الشعب المغربي للملك، ونظرة الملك للشعب، ونظرة الوطن اللي هم بزوج، ونظرتهم هما للوطن. دول يهمنا. حنا بغينا نكونوا دولة قوية، وباش نكونوا دولة قوية خصنا ما نهتموش لما هو خارجي أكثر مما نهتمو لما هو داخلي. غياب ديال الملك رانا تكلمنا عليه راه في الحقيقة شيء مخزي، ونتمناو أنه بعد هذه الأزمة تبدل الطريقة ديال التسيير، وتبدل بزاف ديال الحوايج في البلاد. هذا هو ما نتمناه، ما إلا بقينا هكذا راه الأمور لا تشير بخير. فقط الشيء اللي نقدر نقول. السؤال الأخير الأخ الهندوز، يمكن عليه جوج سوايع حنايا مع الإخوان، ملي كيكون واحد النقاش هكا فيه بنادم ما يستفاد والآخر ما كتحسش بالوقت، ولكن تاني كما قلت لك الأخ الهندوز ولا الإخوان الكرام اللي كيتفرجوا، حنايا الأخ الهندوز دائما عنده المستجدات، وأنا شخصيا كنستافد منه شي مسائل هكا، وحنا دائما ان شاء الله يمكن النهار واه النهار لا ولا على حسب الجو بنادم غادي نتواصلوا معكم. السؤال الاخير الاخ الهندوز، قال لك الاخ جوهر الريف، لماذا مناطق الريف مهمشة؟ والاخ رامو بولسكا قبل ما تجاوب، رامو بولسكا قال لك شكرا للأخ الهندوز واحتراماتي للجميع. شكرا خويا بورسكا، الله يحفظك. لماذا مناطق الريف، منطقة الريف مهمشة؟ بعد أنا نقول بأنه ماشي غير منطقة الريف اللي مهمشة، راه كاين بعض المناطق. الأخ ديالي الفاضل جوهرة، راه بعض المناطق في الأطلس الكبير والأطلس الصغير اللي بنادم كيتمشى بالحفا في الثلج. كاين ما يسمى بمغرب غير النافع مهمش. إضافة لهذه المسألة ديال تهميش المغرب غير النافع، كاين التهميش المقصود في الريف. ونظرا لأن الريف فيه جذور ديال تاريخ قديم، هذا التاريخ القديم خلى رواسب ديالو مترسخة في الذهن ديال النظام الحاكم، وكيخاف دائما من ذاك الرماد، ذاك الرماد ديال الأحرار الريفيين، أنه تنوض منه واحد الشعلة جديدة وتبدل الأمور في البلاد. إذا تهميش الريف هو مقصود، والمقصود هنا من تهميش الريف هو إبعاد المجتمع الريفي على
الواقع اللي ممكن يعطي له قوة وإبعاده على ديك الدعامات الأساسية، سواء تهميشه تعليميا، ما خصوش يقرا بزاف باش ما يوعاش بزاف، وباش ما يكونش دول العالم عنده قوة. واليوم انتم كتشوفوا بأنه كاين بعض الإخوة الريفيين اللي متشتتين في العالم، ولكن عندهم قوة ملي كيتكلموا راه النظام كيخاف منهم. ثم تهميشه صحيا، لأنه هنالك من يسعى لقبر الريف، قبر الريف، وماشي الريف كامل، قبر ديك الجذور اللي كنتكلموا عليها، هذيك الجذور ديال الحرية والجذور ديال الفكر التغييري والفكر التحرري اللي كانت في الريف واللي كانت عند الجد ديالنا كاملين سيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي، خصهم يستأصلوها بالمرة. نهار اللي يركع الريف كامل غادي يولي أحسن من الرباط، ما حد الريف ما ركعش كامل غادي يبقى مهمش. إذن تهميشه هو مقصود، والقصد منه هو التركيع والتدليل والتخنيع ديال هاد الجذور الطيبة والمباركة ديال الفكر التحرري والتغييري في الريف. دوري كيسي كاي. واه شكرا. شكرا شكرا بزاف الاخ الهندوز. قال لك هنا الاخ تشاكو ماكول، الاخ الهندوز موسوعة عالمية وثقافية نستفيد من خرجاته. هاد الشيء اللي بحالك الاخ تشاكو ماكو. مهم، يمكن وصلنا للنهاية. أخيرا 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 سي كريم، حاليا كنناقشوا واحد المسألة اللي جد مهمة. بعدا كنناقشوا واحد البرنامج ديال أنه نشتغلوا ونخرجوا في خارج الثلاثية، يعني يكونوا ثلاثة ديال الناس، إن شاء الله واحد كان كيسير مشكل. الحلقة وجوج ديال الناس، وجوج ديال الناس كيتناقشوا باش يكون الإفادة أكثر وباش الدماغ يتعصر أكثر. هذه مسألة رقم واحد واللي كنعتبروها مفيدة للحراك وغادي تزيد بالحراك للأمام. المسألة الثانية واللي جد مهمة واللي نتمنى أننا نوصلها هو إعادة المحاكمة ديال المعتقلين ديالنا، وهذه المسألة كنتكلموا عليها باستمرار مع الإخوان ديالنا. شنو باغيين نديرو هو أننا نشوفوا مع القاضي محمد قنديل كقاضي، ونشوفوا مع السعد الصادق البشتاوي كمحامي ديال الدفاع عن المعتقلين، ونعاودوا نديروا واحد المحاكمه غير هكا شكليه في بلجيكا ولا في فرنسا ولا في هولندا. نجيبوا شي وحدين نحطوهم بحال معتقلين، وناخدوا ذاك الملف اللي تبرك لهم ونعطيوه لذاك القاضي يحكم بالبنود، ونشوفوا شحال غادي يكون الحكم في شكل احتجاجي جديد. كما كنسعاو كذلك باش تكون اشكال احتجاجيه بعد هذه الأزمة ديال كورونا جديدة، ماشي غير الوقفات والمسيرات والوقفات قدام القنصليات، ولكن أشكال جديدة. كاين مسألة جد مهمة كذلك، وهي النهوض بالإمكانيات ديال خوتنا اللي كاينين داخل المغرب، سواء في الريف ولا خارج الريف، واللي محتاجين للمساعدة ديالكم في إطار جمعيات معينة. اليوم كتعرفوا بان رمضان وصل، خوتكم ما خدامينش، قالوا لهم جلسوا في ديوركم، ما عطاو لهمش باش يعيشوا، وبالتالي كاين ربما جمعيه تنميه الريف ولا كسميتها ديال السمو اس العام واي غنوجي صحيح. ولا، وكاين جمعيات اخرى، وكاين حريه اختياركم الجمعيات، يعني حتى انتم تقدروا تختاروا جمعيات اخرى باش ما هذه تقولوش بان هذه مؤسسة هنا في هولندا، مؤسسة هذيك الإشويرة الأخ الهندوس، ماشي جمعية، ولا. مؤسسة قانونية. كاين هاد المؤسسة، وكاين جمعيات أخرى، وكاين حتى نتوما إلا تعرفوا باش تصيفطوا الجمعيات وديك الجمعيات تكون نازلة وشريفة، وكاين كذلك الدعم ديالكم المباشر للفقراء، فهذا فعل إيجابي لا يستهان به، وكيعطي القوة للمعتقلين، يعطي القوة للعائلات ديالهم، ويعطي القوة حتى لدوك الناس اللي كاينين في الريف وخارج الريف، وغدا إلا احتاجيناهم باش يكونوا بلا المطالبة بحقوقهم غادي يكونوا حاضرين معنا بطبيعة الحال، لأنهم رحنا حاضرين معاهم في وقت الشدة، وغادي يكونوا حاضرين معنا في وقت الشدة. هذا هو باش نختم، وكنحيي جميع الإخوان والأخوات اللي كيتبعوا، وكنشكركم جميع، وليلتكم مباركة.
وقبل ما نختموا اللايف الاستاذ الهندوس، الاخوان، انا هزيت واحد المبادره، فتحت واحد القناه اليوتيوب. في الحقيقه كانت عندي شي 4 شهور ولا خمس شهور، هذه كنت خليتها ما كان ندير فيها والو، ولكن تاني في هذه الايامات فكرت مع راسي، قلت انا عندي واحد القناه ديال اليوتيوب، الى وصلناها لألف ابو متتبع، الى يكون شي مدخول، هذاك المدخول غادي يمشي للمدن المهمشه ولا شي عائله محتاجه. ولهذا الاخوان الله يرحمكم الوالدين دعمونا بهذا الشيء، ما كنطلبوا لكم لا الفلوس ولا شي حاجه، غير باش تمشيوا للقناه ديال امنوس تي في، الرابطه راه هنايا في العنوان. كان الى بنادم كيساند الانسانيه، كيساند الانسان الفقير، كنتمناو نساندوا هذه القناه، لحقاش هذه القناه ماشي ديالي انا، السبب درتها وها، ولكن تاني ان شاء الله الى وصلنا نوصلوها لألف مشاركه، تكون واحد هذاك المدخول غادي يمشي للمناطق المهمشه الاخوان ديالي. وكنشكركم والله يرحم الوالدين على المتابعه، وكنشكروا الاستاذ الهندوز بزاف بزاف على هذه المواضيع اللي كيجينا، وكما شفتوا علين كل شيء الاسئله اللي كتطرح من طرف الاخوان في التعاليق، كيدير المجهودات ديالو وكيجاوب عليهم. وحنايا كما قلت قبيله الاخ الهندوز اللي غادي تستافد الاخوان، انا على رهن الاشاره، الا كان شي صوت يهضر على الحق، يهضر على هذيك التهميش، يهضر على هذيك المصائب اللي كيوقع في البلاد ديالنا اللي ضحاو عليها الجدود ديالنا بالدماء ديالهم، انا على رهن الاشاره، انا عندي هاد التقنيات، كندير المجهودات ديالي، اللي كان شي صوت حر انا القناه كنقول له القناه ماشي ديالي، وانما قناه ديال الشعب، قناه ديال المقهور، القناه ديال كل شيء اللي يستاهل باش يهضر عليه بنادم. وكنشكرك الاستاذ الهندوز، لقاؤنا ان شاء الله شكرا على اقرب جزيلا، وقت ممكن، وكنشكر الاخوان. ونتجدد بكم لقاء قريبا إن شاء الله في مع المستجدات بطبيعة الحال، اللي إذا كان شي مستجد ولا كان شي حاجة اللي تستحق أننا نخرجوا ونتكلموا بطبيعة الحال، غادي نواكبوا الأمور ونتكلموا عليها بكل أمانة وكل مصداقية. إحنا الهدف ديالنا ماشي هو نهدموا، ولكن الهدف ديالنا هو نبنيو. إحنا الهدف ديالنا هو نقولوا الحاجة كما كاينه وكما كنشوفوها بكل امانه وكل مصداقيه. نتمنى انكم تكونوا تجاوبوا معنا وتعلقوا علينا حتى بالامور اللي ممكن تصحح الطريق ديالنا، وكلنا اذان صاغيه لكم، وشكرا للجميع ان شاء الله. شكرا شكرا الاخوان، ورحمه كل شيء الله. الاخ فيصل الزفزافي، تشاكو ماكو، الاخ فيصل ابديل، كاع الاخوان اللي ساهموا بالسؤال ديالهم والاخر، كنشكركم بزاف. كان واحد اللايف هكا، انا كيعجبني الحال الاخ الهندوز، ملي كنشوف الاخوان في المستوى ما كيسبوش، كي زعما واحد اللايف، انا تبعت التعاليق من الاول حتى الاخر، وانا نقول لك صراحه الاخ الهندوز ولا الاخوه المشاركين، انا ما كنعطيش الكانس للبنادم كيزبل ولا شي حاجه، كان بلوكيه ديريكت. لحقاش البدايه اللايف كان واحد السيد كان كيتيح شي هضره، بلوكيتو ديريكت. علاش بلوكيتو؟ على هذيك الهضره، علاش حنايا كان عارفين كيشوفوا فينا الناس محترمين، العائلات، الامهات، الاخوه ديالنا، ولهذا نتمنى نحتفظوا على هاد المواقع باش يبقاو محترمين، باش نبقاو نتواصلوا مع بيناتنا. وتحياتي لكم، لقاؤنا ان شاء الله يتجدد عما قارب.